اللي كما قلت ما فيه حتى شي حاجه سبيسيال. في داك المده ديال 2014 2015 2016 2017 المهم هذه المده هذه كامله كنت خدام، كنت خدام وعندي غير عندي واحد الفكره في الراس بلي راني خصني نديفلوبي اللايف ستايل ديالي، خصني نطور راسي، خصني ندير شي حاجه اخرى لي ناميليوري بها اللايف ستايل لي باش نكونوا واقعيين. يعني كتجي الفلوس هي الاولى، يعني خصني ندير شي حاجه اخرى لي دير فلوس مثلا اكثر واللي تعيشك واحد اللايف ستايل اللي حسن، يعني بجوج اون باراليل فلوس مع لايف ستايل. ملي كنقولوا لايف ستايل كنقولوا الفريدوم، كنقولوا شحال من حاجه، كنقولوا تكون تمجري حياتك، انت مهندلي حياتك، انت مهندلي ستريس ديالك ايتترا. دونك هاد المده اللي قلت كامله تقريبا من 2013 2014 حتى 2018 كامله كانت غير مجرد ايدي بحال بزاف ديال الدراري. سيرتو ما كنتش كنعرف الاي كوميرس، يعني كنت كنفكر غير في دوك المشاريع اللي زعما كنقول خصني ندير هذه شويه، كتمشي لي هذه الفكره كنقول ندير هذه الفكره اخرى شويه هذه، فهمتي؟ تقدر تسول على هذا المشروع، هذا المشروع سيرتو ما كيكونش عندك شي بيجي اللي كبير ولا شي، يعني ماشي بحال شي اونتربرونور اللي صحاح وما عندكش شي ستركتور في دماغك ولا دي زيدي اللي زعما ناضيين في دماغك. يعني كتكون غير راك عايش خدام او ميم طون عندك واحد ليدي مهووس بها وصافي. دونك 2018 بالضبط في شهر واحد كنت جالس مع دراري في قهوه عادي، وكان واحد فيهم هضر على الاي كوميرس، هو حتى هو ما كيخدم لا اي كوميرس لا والو، يعني حتى هو كان عنده غير واحد ثقافه عامه، عارف دوك وايل ساجي مي ما كان حتى هو عمرو خدم، وكان هضر على الاي كوميرس. و زعما تما اول مره غنعرف دوك وايل ساجي شنو هو الاي كوميرس، وتما ابارتير من ديك الوقيته بديت كان يعني بديت كنقلب وبديت كان وبديت كنبقشش كما كنقولوا في هذا الدومين هذا. هذا الشيء علاش بغيت نقول واحد القضيه، مزيان فهمتي الواحد واخا ما يكونش عنده البوتونسيال، ولا مزيان واخا ما تكونش عنده واحد لا كاباسيتي باش يدير شي حاجه، شي غير لو في ديال انك عندك واحد ليدي مهووس بها راه ديجا راك كتعطي واحد لينيرجي للدماغ انه يبقى يكاتش شي حوايج. شي مرات قد تكون غير من كونفرساسيون، غير من شي ايفينمون ولا من شي حاجه اللي غتنفعك، اللي واحد اخر اللي ما مسوقش ما كانش كاع غادي يرد ليها البال. وهاد ليكزامبل ديالي راه هو زعما هو احسن مثال. يعني كانوا معانا مثلا دراري اخرين اللي جالسين اللي ما كانش عنده حتى شي فكره باش يدير شي حاجه، ولا يعني كان قابل على داك اللايف ستايل ديالو وعاجبو داك الشيء اللي كيدير ايتترا، يعني ما ردش مثلا كاع البال، دازتو غير بحال لا كونفرساسيون عاديه ما دهاش فيها، ما سوقش ليها. بار كونتر انا لا، يعني بحال خديت الامور بحال او سيريو ومشيت بديت كنقلب. دونك شهر 1 2018 بديت بديه عاديه بحال اي واحد، يوتيوب تقلاب، كان كنحاول نكوليكتي لي زانفورماسيون او ماكسيموم بوسيبل، كنجمع هنا وهنا اجندا ورقه وستيلو، قلب سول باقي ما كتعرف حتى شي حاجه. دوزت شي شهر ولا شهر ونص هكاك تما بديت الخدمه في ايباي اول مره، غادي نحل الكونت ايباي باي بال كدا. كنت كنقلب كنت كنشوف الكونتوني مع الدراري اللي كانوا كيهضروا على ايباي في يوتيوب، مع دراري مغاربه. خدمت في ايباي نقولوا من شهر 2 ديال 2018 حتى تقريبا شهر 11 ديال 2018. دونك هذه المده هذه كامله خدمت فيها في ايباي. باش نكون صريح وما نلعبش كاع دور البطل ولا شي حاجه، زعما دازت مده كامله اللي ربحت منها غير لي زانفورماسيون وغير شويه ديال المايند سيت، يعني كانت كامله بلا بروفيت بلا والو. كنت كنجيب اوردرز قلال وكذا وهادي، مي دازت كامله بلا بروفيت بلا حتى شي حاجه داك العام كامل. مي او موان يعني كنت عرفت بزاف ديال الدراري اللي راهم الدراري اللي معروفين اسم مغاربه اللي كانوا كيهضروا بزاف، كانوا كيديروا دي لايف، كانوا كيهضروا في يوتيوب وكانوا كيشيريو دي زانفورماسيون. ميم واخا ما كيكونش مثلا في ايباي، انت ديك الساعه كتكون عارف غير ايباي، مي كيشيري دي زانفورماسيون اللي غادي ينفعوك اللي غادي بحال الا بغيتي تقول غادي بوستيو المايند سيت ديالك في هذا الدومين هذا. وضيور دابا انا ملي غادي نكون كنهضر ان شاء الله غنهضر في داكشي اللي تكنيك وداكشي اللي خص يدار يعني اكزاكتومون، وغادي نهضر او ميم طون على المايند سيت ديما، حيت فريمون المايند سيت والخدمه كيمشيو اون باراليل. دونك في شهر 11 2018 ساليت مع ايباي، حيت فريمون كنت ما بقيتش حاس براسي مرتاح فيه، وفريمون كنت كندور في واحد السيركل اللي خاوي. شهر 12 2018 غادي نبدا شوبيفاي، يعني نفس
نفس داكشي اللي قلت قلاب الفيديوهات، يعني كما دار اي واحد بدا ولا اي واحد يلاه كيبدا، يعني كتمشي لداكشي بيان سور لي فري مع يوتيوب، كتبقى تقلب ورقه وستيل وكتحاول تفهم الماكسيموم كلشي راه عارف البديه كيفاش دايره. فريمون فريمون كتكون صعيبه، كيكون بزاف دي زانفورماسيون وما كتعرفش شنو تتبع شنو تيق شنو ما تيقش، دومين كبير بزاف. دونك ابارتير من شهر واحد ديال 2019 بالضبط بديت كنتيستي بفيسبوك ادز، يعني من الاول بديت كنخدم بفيسبوك ادز. سالا لي بيدج الاول اللي كان عندي، يعني انا كما قلت كنت خدام سكيفي، كنت كنعيش بواحد المينيموم اللي نقدر نعيش به، وداك الشيء كامل اللي كيبقى كنت كنديرو في الاي كوميرس نيت، كنت كنانفيستيه. جمعت في الاول واحد البيدجي، هاي بيدجي صغير ماشي شي حاجه زعما، سالا ليا. جمعت بيدجي المره الثانيه، كنت شويه ديال الكريدي معاه، سالا ليا حتى هو. والمره الثالثه هي فين كنت عاود دبرت عاود ثاني على فلوس وكملت التيست. ما كنتش كندير زعما شي حاجه اللي سبيسيال، كنت اونلي كنقلب على لي زانفورماسيون او ماكسيموم بوسيبل، كنجمع لي زانفورماسيون وكنمشي نتيستيهم. هادشي اللي كنت كندير، كنت كنجمع لي زانفورماسيون وكنمشي كنتيستي فيسبوك ادز مع شوبيفاي، فيسبوك ادز مع شوبيفاي. حتى شهر 6 اول مره غادي زعما اول نقول وينين برودكتس، واخا ماشي ما يستاهلش تقول عليه وينين برودكتس، المهم اول مره غادي ندير $500 في النهار، 600 تان كاب في النهار. هذيك هي الفيرست تايم، هي في الشهر بليتو في شهر 8 سمحوا لي، في شهر 8 ديال 2019. ما كنت برودكت اللي واخا كان خدام مزيان وكان كيجيب كوست مزيان، ما عرفتش نسكيليه كوم الفو. اوكي ما عرفتش نسكيليه. دونك هذاك البرودكت كنت درت به يمكن شي 32K ديال السيلز، مي ما كانش كاع بروفيت، يعني حيت درت بزاف ديال الاخطاء اللي دابا ندوي عليهم من بعد. مورا ما كانت اكسبيرينس مزيانه بيان سور، بديت كنعرف شحال من حاجه بار اكزومبل، واخا غادي نهضر دابا على شي حوايج من الاول. مي المهم بالنسبه للدراري اللي عارفين، اول مره غادي نكتشف اللوكالايكس، غادي ندير اللوكالايكس بيدي، اول مره غادي نكري الكاستم اودينس، اول مره غادي نشوف الديبليكيت كي كيدار، اول مره زعما غادي نشوف راسي كنسباندي بيجي كبير، يعني وتما عاد يعني ملي كتبراتيكي عاد كيبانوا المشاكل ديال بصح، عاد كيبانوا الصعوبات ديال بصح. حيت بيان سور ملي كتكون كتفرج في الفيديو وي كتاخذ واحد الفكره، مي ملي كتابليكي تما عاد عاد كتبدا تواجه داك الشيء اللي نورمالمون كيفيسيك. هذاك البرودكت ما كنت خرجت به بوالو ديال البروفيت. موراها كملت التيست عادي، كنت كنتيستي المهم على حساب الجهد. ديك الساعه كيكون البيدجي كيتحكم فيك اكثر من هو اللي كيكون كيتحكم في الريتم ديال الخدمه ديالك. بيان سور دابا واحد بادي مثلا ب $500 راه ما يمكنلوش يتيستي جوج برودويات في النهار ولا ثلاثه البرودويات في النهار، كتجي صعيبه. دونك كنت كنتصرف على حساب البيدجي. ما بان حتى شي حاجه من شهر 8 حتى لشهر 11 تقريبا. شهر 11 تما غادي يبان اول برودوي اللي غادي نسكيليه، اللي غادي تشد ليا بعدا، برودوي اللي غادي يشد ليا، اللي غادي يخدم ليا مزيان، وعرفت نتصرف معاه بليز او موان. وهذاك اول برودوي اللي غادي يفوت 100K ديال السيلز، اول برودوي اللي غادي يفوت 100K ديال السيلز، وتا هو واخا يعني مشى مزيان وحسن من البرودوي الاول، مي كان فاشلي. نقول لك كان بحال الا بغيتي تقول درت اخطاء اخرين عاوتاني في نيفو اللي اكثر من هذاك النيفو الاول، فهمتي؟ عاوتاني درت اخطاء اخرين اللي طيحوا لي لي كونط ديالي وكذا وكذا. المهم هاد المشاكل دابا نهضر عليهم من بعد، مي كان يعني خلا واحد البروفيت اللي قديت زعما نبوستي به راسي ونكسيليري. دونك انا بغيت في الاول الصراحه نهضر على الدروب شيبين اون جينيرال، باش الريتشي زعما حتى الدراري اللي زعما شي واحد اللي مازال ما بداش كاع ولا يلاه غادي يبدا، غادي ندوز اون جينيرال نهضر على الدروب شيبين شنو كيحتاج من ناحيه ديال المايند سيت ديالك انت، شنو كيفاش خصك تكون باش بريزوم وين بغيت نقول سيرفايفي في هاد الدومين هذا، وشنو غادي خصك داكشي لي تكنيك زعما دي كونط وكذا اللي بيان سور 90% ديال الدراري هنا غيكونوا عارفين. المهم غادي ندوزو عليه غير وابري غادي ندوز نهضر على كيما كاين في التايتل، غادي نهضر على برودكت ريسيرش، وغادي نهضر على فيسبوك ادز سكي تيست وسكيلين. يعني تقريبا هاد الجوج هادو هما نقول لك واحد 90% هما 90% ديال البيزنس ديالنا ملي كنهضروا على البرودكت ريسيرش
والتيست هادو هما كيكونوا هما 91%، ودك دوك لي ديطاي ديال 10% اللي بقات وكذا. المهم غادي نهضر على شي لعيبات ومع لي كيسيون ديال الدراري وكذا، باش نحاولوا ان شاء الله نهضروا على كل شيء ونشيريو كاع زعما داك الله نشيريهم. دونك بالنسبه للدروب شيبين، هو واحد البيزنس واحد البيزنس موديل ديال الاي كوميرس اللي راه دابا معروف ولا فريمون خدام بارتو. هو يعني الا بغينا نقولوا واحد ديسكريبسيون خفيفه ظريفه ديالو، هو انك كتلقى واحد البرودوي كتطلق ليه الاشهار كتبيعو، ولكن البرودوي ما كيكونش عندك انت كاع، يعني كتشيبي داك البرودوي من عند السيلر ولا من عند الايجنت ديريكتومون عند الكاستمر، وانت كتكون انترميديير، ولكن كتكون داك الانترميديير اللي داير تقريبا كلشي. دونك هذه ديسكريبسيون اللي خفيفه ظريفه طونك راه كلشي عارف الدومين. غادي نقول شنو لا ستركتور ديال الدروب شيبين، شنو كيخصك بهادي ادريسي للدراري اللي يلا غادي يبدا ولا. دونك كيخصك واحد الفيسبوك اكاونت، واحد الفيسبوك اكاونت وبزنس فيسبوك اكاونت بجوج. كتخصك واحد البلاتفورم اللي كدير فيها ويب سايت ديالك اللي هي فلوكا ديالي. دونك انا اي حاجه غادي نهضر على لوكا ديالي باش كنخدم بشوبيفاي، كاين ووكوميرس، كاين شوبلازا، كاين بزاف ديال لي بلاتفورم. دونك انا بيرسونيلمون كنخدم بشوبيفاي. غادي يخصك واحد فيرتشوال بانكس اللي غادي تخدم بهم، واللي غادي بانكا يعني بانكا باللغه ديالنا بانكا، اللي غادي يبقاو يدوزوا منها الفلوس، يدخلوا ليها الفلوس ديالك، يخرجوا منها داك لي ديبونس ديالك. دونك غادي نقول الوايز بايونير، دونك هادو راهم باينين. وغادي يخصك واحد ثيرد بارتي بروفايدرز اللي كيكابتشيريو البيمنت من عند الكاستمر، اللي هما اللي كيكونوا انترميديير بينك وبين الكاستمر. دونك هادو دي بلاتفورم اللي كياخذوا البيمون من عند الكاستمر وكيدوزوه لك نتايا. دونك كاين سترايب، كاين شوبي سترايب ولا شوبيفاي بيمنت، واحد من هاد الجوج بلس باي بال. بالنسبه للبيدجي ديال البدايه، وهذا سؤال راه كيسولوا الدراري بزاف على هذا السؤال هذا، انا كنقول اجتهاد شخصي، يعني ما كايناش شي راجل اللي قانونيه دابري شنو كنشوف في الدومين وشنو خاص شنو زعما لي ديبونس اللي كنشوف كاينين في الدومين. كنقول واحد 3000 دولار، يعني الواحد الا بغى يبدا 3000 دولار باش يبدا بريزون موا مرتاح، فهمتي؟ بريزون موا مرتاح وزعما يقدي هاندلي داك لي شارج اللي غادي يكونوا من بعد اللي غادي نهضر عليهم ابري. وغادي تخص النوليدج بيان سور، دونك النوليدج ضروريه، لي زانفورماسيون ضروريين، بلس هادشي كامل، بلس مايند سيت، بلس يعني كيفاش انت خصك تكون باش تادابط لهاد الدومين هذا. راه اي كل دومين وكيفاش داير، وكل دومين وكيفاش كيخصو بنادم يكون، بغض النظر على الاي كوميرس كاع اي بيزنس. يعني غادي تمشي غتهضر مع واحد مثلا اونتربرونور في الفلاحه ولا وريفر، اي بيزنس كيما بغى يكون غتلقى، يعني سورتو الا كان هو نقدر نقولوا ناجح في هذا الدومين، غادي تلقى المايند سيت ديالو كاتماتشي شنو كيبغي داك الدومين، فهمتي؟ بحال هذاك بنادم هذاك هو يعني ديفلوب راسو باش بحال البازل ديفلوب راسو باش هو يماتشي الدومين اللي خدام فيه. دونك داك العمر الدومين ما غيتبدل، يعني هو غيتبدل على قبلك، مي انت اللي غيخصك شي ريكويرمنت اللي خاصهم يكونوا فيك باش تنجح في واحد الدومين ولا باش تمشي فيه بعيد ولا وريفر. دونك الحوايج اللي نقدر نقول هو ان هاد الدومين هذا، باش نكون قاصح باش نهضر بديك اللوجيك ديال قاصح حسن كذاب، هاد الدومين هذا عنده مشاكل، فيه مشاكل بزاف، ولكن الا كنتي انت كتخدم وباغي هاد الدومين وعاجبك وباغيه بمشاكله وباغيه بصداعه، وكل مشكل كتوصل ليه كتعتبره واحد ستيب للقدام، يعني كتقول انا هكا كنت كنقول شحال هادي، كتوصل لواحد المشكل كتعتبره بلي كتقول انا كون ما درت والو، كون ما حليتش البيسي ما كنتش غادي نلقى، ما كانش غيتسد ليا هاد الكونط، ولا ما كنتش غادي ندير، ما كانش غيوقع ليا هاد المشكل هذا، ولكن طونك انا درت واحد ليفور وصلت انه هاد الفيسبوك يتسد ليا، دونك راني غادي للقدام. يعني اول حاجه اللي انا غادي زعما نركز عليها، نقدر نركز لك انا عليها اكثر ما نركز على البروداكت ريسيرش، هي كيفاش انت غادي تشوف المشاكل، كيفاش كتشوف المشكل اللي كيواجهك، وسيرتو في البدايه. دابا انا سيرتو بنادم اللي كيكون بادي، حيت فريمون باش نكونوا صريحين بنادم كيكون ضعيف، حنايا دو ناتور راه حنا بشر راه حنا ضعاف، يعني سيرتو قد يكون مثلا عندك غير بيجي دبرتي عليه سواء من الخدمه في لوكا ديالي، سواء مثلا تسلفتيه من عند شي واحد، سواء عطاوه ليك والديك باش تبدا، بقيتي كتسباندي وكتخسر الفلوس وما كتشوفش دي ريزولطا، وتجي مثلا واحد النهار تلقى كونط مشى ليك، راه هادشي راه فريمون تضعف بنادم،
يعني راه سي نورمال، ولكن الا بدلتي لا فاصون كيفاش كتشوف، داك المشكل، راه فريمون غادي دير واحد الفرق كبير. حيت انا في الاول فاش كنت كنخدم، وملي بديت في الاول كما قلت من شهر واحد ديال 2019 لشهر 8، راه مده، راه ملي كنقول هاد المده هادي راه كنقول الخدمه كل نهار، راه فريمون كل نهار، نهار على خو، يعني راه شوف شحال من نهار راه كانوا كيوقعوا لي مشاكل بزاف. راه فريمون شي مرات كنت كنحس بحال لا، وهاد القضيه راه بزاف ديال الدراري غيلقاو راسهم في هاد الهضره اللي كنقول، كتبدا تحس بحال داك الشيء ضدك غير انت، ولا دوك الافكار ديال داك الشيء تي ايدياز ديال المجتمع ديالنا ديال المنحوس، ولا ديال هاد الافكار، باش نكونوا صريحين، باش فهمتي حتى واحد ما يجي يقول لك لا انا بطل، انا راه من الاول كان كيجيني داك الشيء ساهل، ولا هاد الشيء راه ما كاينش. مي كانوا كيوقعوا لك مشاكل اللي فريمون كنتي شي مرات كتقول واش علاش غير انا، واش غير انا اللي وقع لي هكا، ولا انا كنت كنتكريسبا مع المشاكل في الاول، وفريمون كنت شي مرات اباوت تو جيف اب سانسيرمون. دونك لا فاصون كيفاش كتشوف المشكل مهمه الصراحه في هذا الدومين هذا ديال الدروب شيبين. وهاد القضيه هادي فاش كتولي تفكر بهذا اللوجيك هذا، حتى لا فيزيون ديالك للدومين تتبدل، وكتبقى كتاوغمونتي داك التراست ديالك في راسك. داكور، هنا فين تقد تلقى جوج ديال الناس خدامين بنفس البيدجي، بنفس المشاكل، بنفس كل شيء، وغادي تلقى واحد يعني كيفاش كيشوف الامور كيزيد كيبوستي داك التراست ديالو في راسو، وكتلقى واحد لا، يعني فين ما كيوقع شي مشكل كيزيد يضعفو، كيزيد يفشلو. دونك ملي كتبدل هاد لا فيزيون ديالك لهاد البروبليمز اللي تيوقعوا، كتاوغمونتي التراست ديالك في راسك، ومن بعد شنو كيوقع، كتولي غادي وكتزيد تخدم اليز، فهمتي؟ كل ما زدتي خدمتي اليز، واخا بغض النظر على البادجيت، نقولوا البادجيت قليل كثير وريفر، يعني كتكون خدام نتايا اليز، كتولي واحد الكونيكشن بينك وبين داك البيزنس، كتولي كديفلوبي الكرياتيفيتي ديالك، فهمتي؟ كتولي من الاول بادي خدام. حيت انا فريمون كنعرف دراري، وكنشوف شفت دي زيكزامبل بزاف قدامي، شفت دراري اللي بداو بيدجي اللي 5 مليون 6 مليون عندهم، وبداو فريمون بداو وطاحوا ما كملوش، وكنعرف دراري اللي بداو بمليون ونص وجوج المليون، وهادو زعما صحابي وراهم دابا غاديين مزيان، فهمتي؟ دونك انا شي مرات كنقول راه المايند سيت تتحكم بزاف اكثر من البيدجي، وكثر من بزاف ديال الحوايج. دونك ملي كت شحال كتبدا تاميليوري لا كرياتيفيتي في راسك، واخا كيكون باقي النوليدج ديالك محدود وكذا، كتبقى في اي حاجه كتعرف كيفاش تحقق فيها، فهمتي؟ سواء مثلا في فيسبوك ادز، في الادفرتايزين، في التيستين كذا، سواء ملي كدير برودكت ديالك في ستوك، كتلقى واحد بيجينرز، جوج دراري ديال الدراري بيجينرز، كتلقى واحد خدام اليز لدرجه انه كيلقى كيف كيبدع في شي حاجه. انا شفت الدراري اللي باقيين بادين جداد كيدير ديسكريبشن، كيعاود انا شفت دري اكزومبل ديال دري بدا فريمون ديسكريبشن، شد اول برودكت بغا يتيستيه وشد ديسكريبسيون وعاود كتبها كامله، ريفورمولاها كامله من راسو، فهمتي؟ بحال دونك هذا سي طان بون سين ديال انه يقدم شي بعيد. بار كونتر كنعرف شي دراري اللي بداو بشهور، 3 شهور 4 شهور 5 شهور 6 شهور، وباقي كيدير داك كوبي باست، باقي كيكوبي كيكولي، باقي مزير مع داك المشاكل، باقي مرعود، يعني كل مره كيتسنى بحال كيتسنى داك المشكل يوقع، فهمتي؟ ما واخدش ديك الراحه ديالو في الخدمه. دونك هادشي كيدير لا ديفيرونس بزاف بين الدراري، باش كتلقى واحد كي افونسي، واحد كي زعما كيفشل ولا شي حاجه. دونك انا بديت من الاول كنهضر على المشاكل اللي كاينين في الدومين، فهمتي؟ باش اللهم نعطي واحد ليماج اللي كوريكت لبنادم، ويبدا يكون زعما عارف راسو شنو خاصو، ولا زعما نبيع لبنادم دي زانفورماسيون اللي غالطين، ونبين له بلي الامور سهله، وملي يدخل يتصدم بشي حاجه اللي ما كايناش، ويصدق كيحبس. دونك هادشي اللي نورمالمون كيخصك باش تبدا في الدروب شيبين. زعما لي كونط راني قلت شنو كيخصك تسيطابي، شنو كيخصك كدا، البيدجي 3K، كيخصك تجمع الماكسيموم ديال النوليدج، الماكسيموم ديال لي زانفورماسيون باش تبدا، والمايند سيت كيفاش تشوف المشكل، سيرتو كيفاش تشوف المشكل. وبيان سور ملي كنهضر على المايند سيت كنهضر على خصك تهاصلي، خصك تخدم، خصك تضرب تماره، فهمتي؟ ما تكونش كتعتبر هاد البيزنس هذا بحال بريكول. دونك البيزنس هذا كيخصك تعطيه باش يعطيك، تانفيستي وقت بزاف، تانفيستي
خلاص فلوس راني هدرت عليهم والوقت ولا فور فهمتي. دونك الواحد ياخذ هذا الشيء فريمون او سيريو الا بغى يمشي بعيد فهاد الدومين. دونك ابار دونك دابا بالنسبه للابديت ديال دروب شيبين كما عارفين بزاف ديال الدراري الخدمه في 2021 راه ماشي هي الخدمه في 2020 ماشي هي الخدمه في 2019 وماشي هي الخدمه ميم قبل ما نكونوا خدامين حنايا. دونك هذا واحد الدومين اللي مع الوقت ديما كيتبدل. علاش؟ حيت الدومين اللي فيه دي زالغوريثم كيتحكموا فيه دي زالغوريثم كيتحكموا فيه دي روبو فهمتي كي وهاد لي زالغوريثم ديما كيتابديتاو. دونك خص فريمون بنادم يبقى كي ابديتي راسو مع الدومين ولي ميثود القدام فهمتي كتكون واحد لا ميثود كدوز واحد المده صافي كتسالي ما كتبقاش خدامه ما كتبقاش افيكاس سواء في برودكت ريسيرش سواء في التيست ديال فيسبوك ادز. المهم سيرتو فيسبوك ادز وراه كاع لي بلاتفورم نفس الشيء كاع لي بلاتفورم تيتابديتاو مي سيرتو فيسبوك ادز هاد الحوايج هما اللي غادي نهضر عليهم. دونك انا بيرسونيل مو عندي دابا اكطويلمون ثلاثه ديال دروب شيبين ستورز وواحد ستور براندد براند ستور. دونك هادي هي الخدمه ديالي اكطويلمون. البيزنس ديالي ديجا الحمد لله ديجا في 7 فيجرز يعني ديجا واصل ل 7 فيجرز غادي الحمد لله مزيان سواء في دروب شيبين سواء في البراند وغادي اكومباني بلي بروبليم بيان سور اللي غادي نهضر عليهم دابا نيت وذاتس ات. وكندير ليا يا خويا خويا اسامه وي خويا وي وي خويا اسامه كتسمعني ياك ما كانش كيتسمع الصوت صامرش مزيان كمل ما عرفتش صراحه الدراري واش كانوا كيسمعوني جو بونس الكونيكسيون عندي مزيانه ما عرفتش صراحه ياك سامر المهم سامر الا عاود تقطع ولا شي حاجه قول علمني باش نعاود مره داكور. دونك كما قلت الدراري كما قلت الدراري عندي دابا اكطويلمون ثلاثه ديال دروب شيبين ستورز وبراند ستور البيزنس اون جينيرال يعني كامل في 7 فيجرز ديجا الحمد لله يعني ولينا كنخدموا في زعما بالنسبه ليا الريزولت اللي انا واصل لهم يعني اون طون كو شي واحد اللي بدا في 2019 وحتى الاخر 2019 يعني عاد بدا تيبان ليه الضوء وانا دابا في 2021 يعني يلاه عامين الخدمه بالنسبه ليا الريزولت اللي وصلت لهم انا ساتيسفي بهم صراحه 100% كما كان قال واحد الدري صاحبي في واحد اللايف قبل راه ما كاينش شي بيزنس موديل اللي تقد انفيستي يعني بيدجي صغير وفي مده قصيره تقد توصل لدي ليفل ليفلز اللي بحال هكا داكور. دونك فريمون دومين اللي ما عندوش لي ليميت ملي كنقول ما عندوش لي ليميت راه كنقول ما عندوش لي ليميت من جوج جوايه يعني تقد كاين من الزيرو تقد تبقى في الزيرو وتقد توصل للمنار يعني على حسب نتايا نتايا وخدمتك ونتايا وكيفاش كتابليكي الامور ونتايا زعما واش طارتك. دونك اكطويلمون كما قلت كنخدم غير بفيسبوك ادز موديل يعني 100% دروب شيبين ميم البراند يعني ملي كنقول براند يعني باقا براند صغيره يعني ماشي بديت كندير برودكشن البرودكتس ديالي ولا لا باقي كنشيبي دي برودكتس من تشاينا مي يعني برودكتس باللوغو ديالنا ايتترا ايتترا. دونك بليز او موان براندد على دروب شيبين ستور عادي. دونك اول حاجه اللي بغيت نهضر عليها هي البرودكتس ريسيرش. البرودكتس ريسيرش دابا دونك غادي نرجع لراسي انا قبل كيفاش كنت كندير برودكتس ريسيرش ملي ما كنتش كنجيب ريزلت وملي كنت كنتيستي بزاف بلا حتى شي فايده الا بغينا نقولوا وكيفاش بدلت البرودكتس ريسيرش ديالي مع الوقت. دونك قبل شنو كنت كندير كنت كنستعمل سباي تولز بيان سور يعني هو سباي تول اللي معروفه اللي تيخدم بها الاغلبيه ديال الناس كنبقى نسكرولي في لي برودكت اللي كيطلعوا ليا كندير فيلترز المهم كل مره كندير شي فيلترز كنبدا نسكرولي في لي برودكت
كيبان لي شي بروداكت اللي فيه مثلا رياكشنز مزيانين، يعني واحد ستور اخر خدام عليه، يعني كتلقى شيرز موجودين، لي كومونتير موجودين، كنحل داك البروداكت في واحد لونجلي اخرى، كنزيد نزال، كيبان لي بروداكت سامار حتى هو بحال نفس الشكل، الرياكشنز موجودين اتسيتيرا اتسيتيرا. دونك بالنسبه لي داك البروداكت خدام، كنديرو في اونجلي اخرى، كنجمع واحد ثلاثه ولا اربعه البرودويات كوبي كولي، كنهز كيما داير داك السطور كيما حط هو داك البرودوي، تنقول كنت كنفكر بواحد اللوجيك ديال هاد السطور كيجيب السيلز. مثلا هاد السطور عنده في البوست ديالو 4000 كومونتير ولا 5000 كومونتير ولا 6000، وغادي وباقي كندخل الاد ليبريري مثلا كنلقاه طالق بزاف ديال لي زات. دونك كنقول انا هاد السطور هذا راه خدام، يعني بهاد الديسكريبشن اللي راه داير وبهاد التايتل وبهاد الاد كوبي وبهاد الشيء كامل راه خدام. دونك انا غادي نجي غادي ندير كوبي كولي لهاد الشيء هذا، غادي يخدم ليا حتى انا. وهاد القضيه هادي اكبر ميستيك كنت كندير، اكبر غلط كنت كنديرو، حيت فريمو الامور ما نديروهاش بحال هكا. فريمو داك واحد الحاجه بالضبط، يعني اول حاجه غادي نهضروا على البرودوي وعلى كيفاش خونا داير الادفرتايزين للبرودوي ديالو، كيفاش مليستي البرودوي ديالو، كيفاش حط ديسكريبسيون، كيفاش حط تايتل، كيفاش حط لي زيماج. هادوك الحوايج راه كاملين هو دارهم صالحين ليه هو، راه ما كتعنيش انك غدير نتايا غتشد انت داكشي كامل وتعاود تطلقو ويخدم لك بحالو، حيت كاين اللي ما غتدخليش هاد الفكره لراسو غيقول لك لا ورا طونك خدمات ليه هو راه غتخدم لي حتى انا. هاد القضيه راه فريمون ما كايناش. وحتى الا جينا نديرو داك البرهان بالعكس، سوبوزون كو كانت هاد القضيه هادي فري، غادي تجي انت غادي تدخل الاسباي، يجي اي واحد فينا غيدخل الاسباي غادي يبان ليه بروداكت، غادي تيستيه خدام لواحد اخر، دونك خدام ليا انا غيخدم الاخر غيخدم الاخر، وكل كاملين غنسكيلي وكاملين مزيانين. دونك غادي يكون اسهل حاجه كاينه هي الدروب شيبين. دونك انا هذه القضيه هي اللي كنت كندير شحال هذه، وفريمون كنت غير كنتهرس في التيست حتى واحد الوقيته كنت فريمون ولفت ديك القضيه ديال كندير بروداكت تطلق اليوم مع 12 الليل، كنفيق كنقول راه ما كاين حتى شي اوردر، فهمتي؟ ماشي كنقول تشاؤم ولا شي حاجه، مي افورس ما ولفت كنتيستي والو، ما كاينش ريزلت. وهذا الشيء راه غادي يكونوا شي دراري اللي راهم دابا عايشين هذا الشيء هذا، فهمتي؟ دونك كيفاش كنخدموا البروداكت ريسيرش ديالنا دابا اكشوالمون؟ هي في الاول كلشي كيبدا من سباي تول، يعني بحال دابا انا كندخل قليل فين كندخل ات سباي، لكن بالنسبه لواحد اللي مثلا يلاه كيدير برودكت ريسيرش ولا ما عندوش بزاف السطور اللي كيسباي بزاف، ولكن الات سباي انا ما نجيبش منه انا البرودكت اللي نتيستي، انا ما بغيتش انا نجيب برودكت اللي نتيستي اللي نلقاه دابا في الات سباي في الفيد ديال الات سباي ونتيستيه هو، ما عندي ما ندير به. انا بغيت داك السطور، بغيت داك السطور اللي كيتيستي داك البرودكت، هذاك السطور هو اللي بغيتو انا يبقى عندي ونبقى نتراكيه ونشوفو شنو كيدير، شنو كيزيد، شنو البرودويات اللي كيزيد، شنو فهمتي، نبقى بحال راني جالس حداه، بحال داك السيد داير البيسي ديالو حدايا وكنشوفو شنو كيخدم. وبيان سور ما كنهضرش على ستور ولا جوج ولا 10 ولا 20، انا راه مثلا عندي راه عندي شي 200 وزياده ديال ستورز اللي كنسباي عليهم، فهمتي؟ يعني كتولي بليز او موان عندك واحد الات سباي ديالك نتايا، واحد السباي تول بحال اللي بغينا نقولوا، واحد السباي تول ديالك نتايا كتصايبها، واحد الباز دوني ديال السطورات، وكل سطور كتبقى كل نهار كتشوفوا شنو كيدير جديد، شنو البرودويات اللي خدامين ليه، شنو البرودويات اللي ما خدامينش، كتبقى باي ذا واي باش ما ننساش واحد الفكره، كتسجل عندك السطور وكتسجل عندك الباج ديالو، يعني هذا هو باش مزيان الاسباي، يعني كيعطيك حتى الباج، ديك الباج ديالو حتى هي كتخليها عندك باش تشوف اد لايبراري من واحد الجهه وتشوف السطور من واحد الجهه. اوكي، دونك بالنسبه للباج حنا هضرنا عليها، هي كاين الاد ليبراري ديال فيسبوك، نيت كل مره كتعاود تدخل ديك الباج كتشوف شنو طلق جديد، شنو لي زاتس اللي كاينين، شنو اللي نقصوا، بحال مثلا غتدخلوا هاد النهار غتلقاه بروداكت ا طلق فيه 45 ات، لا غد لي غتلقى داك البروداكت ا غتلقى فيه غير جوج لي زاتس، دونك هنا غتقول دونك هاد البروداكت هذا ما بقاش خدام ليه، ميبي مات، ميبي ساتورا، ميبي، فهمتي؟ دونك تقد انت ديك الساعه ما غاديش تاخذ لا ديسيزيون ديال انك غتيستي داك البروداكت بالضبط، يعني هذه من ناحيه الباج. ومن ناحيه السطور كاينين تولز، كاينين دي زيكستونسيون اللي كيعطيوك ايدي، هي ما كاينه حتى شي حاجه اللي كتعطيك ايدي اكزاكت، ميم اد ليبراري ديال فيسبوك راه ما كتعطيكش ايدي اكزاكت، مي بحال مثلا في السطور كاينين تولز اللي كيعاونوا، كاينه عليها انتر بار اكزومبل، كاينه واحد بيكسل، وكاين واحد كوالا انسبيكتور،
كاين واحد كوم انسبيكتور، كاين بحال دابا هاد الربعه ديال التولز كافينك باش تاخذ واحد الفكره على البروداكت على الستور شنو راه كيدير. هاد التولز كيعطيوك ستور برودويات لي زاد جداد، كيعطيوك اي برودوي اللي كتبان فيه شي موديفيكاسيون، يعني سواء اوردر يعني نقصت الكونتيتي اللي عنده في هما كيتراكيو مثلا الكونتيتي ديال البروداكت اللي عنده، يعني الا كان هو داير مثلا 1000 في الكونتيتي ولا كان داير 0 وداير كونتينيو سيلين وين اوت اوف ستوك، يعني كتنقص كتولي ناقص واحد، المهم كتنقص وحده في اوردر كتطلع لك انت كوم كوا راها سيل داكور. دونك هنا باش كتاخذ واحد الفكره على السطور من ناحيه ديال الباج ديالو، من ناحيه ديال السطور نيت شنو راه كيدير، هذه الاولى. الثانيه كيكونوا عندك بزاف ديال السطورات، والثالثه هما هاد التولز كاينين اللي كيعطيوك الكومبيتيتورز، يعني كتدخل نتايا للبروداكت بيج كيعطيك السطورات الاخرين اللي طالقين نفس البروداكت، يعني تقد تاخذ واحد السطور من سطور، يعني غادي تطيح مثلا على واحد خونا خدام على واحد البروداكت وخدام على برودويات اخرين، ما طالعش هو كاع في اد سباي، فهمتي؟ ما طالعش كاع في اد سباي وخدام على برودويات اللي فريمون كتلقاه كيدير بيغ نمبرز، كيدير سيلز بزاف، وراه حتى واحد ما طالع حيت اد سباي راه ما تيتشد كلشي، راه باش نكونوا صريحين راه واحد 30% ولا 35% ديال الداتا اللي كتشد في اد سباي. دونك فوالا وكتبقى كتجمع واحد الباز الطوري. المهم انا بيرسونيلمون باش كنخدم بتريلو، تريلو تي ار او دوزل او، المهم اللي ما كيعرفوش هادي تريلو، كتصايب دي كولون وكدير واحد الكولون ديال بيجز مثلا فيسبوك بيجز، كدير واحد الكولون اخرى ديال ستورز، وكتبقى الباج اللي كتلقاها كتستي كتشد كتخليها عندك، كتدخل للستور كتاناليزيه كيبان لك كيتستي محرك حيت هما كيعطيوك حتى ابروكسيماتيفمون شحال ديال الداتا كتدخل، يعني شحال فيزيتورز مونتلي فيزيتورز اللي كيكون في الستور، كيعطيوك مثلا دوك ستورز من اين كاونتري جاي، دوك الفيزيتورز من اين كاونتري جايين اتسيتيرا اتسيتيرا. دونك كتخلي عندك ستور كتشوف واي نوت، كتشوف ستورات اخرين اللي مثلا طارقين نفس البروداكت اللي هذاك خدام عليهم، غادي يبان لك بزاف ديال الستورات مثلا اللي ميتين اللي ما بقاوش خدامين، انت كتقلب على السطور اللي اكتيف فهمتي، وغادي تستوكيهم عندك. وكاين ستورات مثلا اللي غتلقاهم باكستنسيون وما غتلقاش الفيسبوك باج ديالهم، كتكون عنده مثلا السميه ديال الفيسبوك باج ما عندها حتى شي علاقه بالسميه ديال السطور، ماشي مشكل، يعني الا شديتي وحده ولا جوج ولا ماشي مشكل، انت كتحاول غير تكابتي الماكسيموم باش تبقى ديما عندك فهمتي، تبقى ديما مابديتي مع السطورات وعندك واحد لا فيزيون على شنو كيتيستي وشنو ما كيتيستيوش اتسيتيرا اتسيتيرا. دونك كنخدم انا بهاد التريلو وكنجمع بزاف ديال لي باج وبزاف ديال السطورات وكنبقى اشاك فوا كنسباي عليهم. دونك دابا بزاف ديال الدراري غادي تجيهم قادي يجيهم هادشي راه سامبل، هو راه اون فيت راه سامبل، راه ما كاينش زعما برودكت ريسيرش، راه ما كاينش فيها شي سيكريت، راه ما كاينش شي مثلا شي تول اللي انا خدام بها كتطلع لي البرودويات اللي فريمون واعرين كنجيبهم كنخدمهم كنطلقهم كيخدموا، راه ما كايناش، حيت اصلا كوكانت غتدخل انت لجوجل غادي دير برودكت ريسيرش في جوجل راه غادي يطلعوا لك راه السيو وكذا، راه غيطلعوا لك كاع التولز اللي كاينين. دوك بالنسبه لي انا راه ما عندي ما نخبي عليك، ولكن الطريقه كيفاش كانت كتخدم، راه انا وياك عندنا مثلا، انت مثلا ما كديرش كاع اوردرز وانا كندير 20 كف النهار، راه عندنا نفس لي ميثود، راه عندنا نفس لي ميثود، سيرتو دابا ملي كنهضر على البرودكت ريسيرش بالضبط، مي فيسبوك خليها ابار حيت كاينين بزاف ديال لي ميثود نهضر عليه من بعد. ملي كنهضر على فيسبوك على برودكت ريسيرش راه نفس لي ميثود اللي كاينين راهم ليميتي، غير انا كندخل مثلا مع 10 ديال الصباح وكنبدا نقلب حتى للربعة ديال العشيه ولا 5 ديال العشيه، كننزل على ما عرفتش شحال من باج وما عرفتش شحال من سطور ونرجع عاوتاني للاد سباي ونزل نشوف شنو واقع فيه، وانت مثلا كتقلب ساعه ولا ساعه ونص، وهذه راه باش نكون واقعيين راه بزاف ديال الدراري كيديروها، كتقلب ساعه ولا ساعه ونص وصافي وكيطلع لك شي بروداكت ولا فهمتي، ولا ما يطلع لكش كاع يبان لك شي واحد ما مقتنعش به، وغير باش تساتيسفا باش فهمتي باش تقنع راسك كتنوض وكتدير البروداكت ما كيخدمش وهي غاده. دونك راه كلشي راه لا ديفيرونس راه كاينه غير في كيفاش كتخدم، اما والله ما كاينه حتى شي حاجه اللي كنخدموا زعما بها مخبيه، يعني بنادم ما عارفاش ولا ما نقدش نقولها لك فهمتي، ولا شي حاجه اللي ما نقدش نقولها لك. دونك بالنسبه للبروداكت ريسيرش ها شنو كيخصك، كيخصك سباي تول، كيخصك تجيب ستورز، كيخصك تجيب لي باج، وكيخصك انفيستي الماكسيموم بوسيبل ديال الوقت في السيرش.
حيت فريمون ملي غادي يكون عندك بزاف ديال ستورز وغادي تدخل تقنز عليهم بالواحد 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 راه فريمون صعيبه. اولا شي مرات راه كيجيك الملل، شي مرات كيبداو يبانوك نفس البرودويات نفس داكشي تيتعاود، شي مرات كيبانوك برودويات بزاف اللي كاملين زوينين ما كتعرفش شنو اللي تيستي فيهم، فهمتي؟ راه غير في هاد ستورز هادو اللي نتايا خدام اللي نتايا عندك وراه فيهم كتلف. يعني فريمون خص الواحد يتكونسونطرا في الريسيرش ديالو ويعطيها وقت بزاف، برودكت ريسيرش يعطيها وقت بزاف، حيت راه فريمون هي اللي تدير لا ديفيرونس. يعني لا ديفيرونس الاولى باش نهضروا على لا ديفيرونس الثانيه ديال فيسبوك، مي لا ديفيرونس الاولى هي البرودكت ريسيرش. و كنت باغي نقول واحد الفكره اخرى ديال عاوتاني فاش كتولي كتعطي وقت بزاف في البرودكت ريسيرش دماغك كيولي يعقل بزاف على لي زيماج ديال لي برودوي، وكيولي تكون عندك نتايا في دماغك واحد ليماج جلوبال ديال الماركت شنو كاين فيه، سواء شنو كاين فيه في البرودويات بحد ذاتهم، سواء في كل ستور على شحال من برودوي خدام. انا نشرح هذا البلان هذا، بحال مثلا الا رجعتي ل 2019 ولا 2018 ومشيتي تراكيتي واحد ستور بار اكزومبل كيدير 15 الكاف النهار، باش نهضروا داك الشيء كونكريتمون 15 الكاف النهار، غادي تلقاه ديك 15 الكاف النهار غتلقى غير برودوي واحد اللي خدام عليه، خدام على برودوي واحد كيدير به 15 الكاف النهار، كيسباندي فيه 6 كا ولا 5 كا ولا على حسب الايروا ديالو داكشي، وكتلقى غتلقى خدام على برودوي واحد. دابا ما غتلقاش ستور خدام على برودوي واحد، اوكي فهمتي؟ باش هاد القضيه اللي قلت انا ديال دروب شيبين ابديت، انا غادي نجيك دوك الابديت غادي فهمتي غادي نمشي دروا او بيد، غادي نجيك ديريكتومون. دابا ما غتلقاش ستور خدام على برودوي واحد، انا كنهضر على السطورات اللي كيديروا فايف فيجرز داي مثلا اللي غتكون كتراكيهم وكيبانوا لك فريمون اكتيف، غادي يبداو يبانوا لك بزاف ديال البرودويات خدام عليهم. هنايا ملي غتبدا تقلب مزيان غتقول اجي دونك غيخصني نخدم على بزاف ديال البرودويات ماشي واحد. علاش؟ من بعد غادي تبدا تيستي، غادي تبدا تيستي غادي يبان لك بلي فريمون فيسبوك ادز ما بقاش كيبغي تسكيلي برودكت واحد. حنا كنهضروا على الدروب شيبين ماشي البراندين، كنهضروا على الدروب شيبين بالضبط. غادي تشد واحد البروداكت غادي تيستي غادي تزيد تطلع فيه السباند، غادي يبدا يبان لك بدا كي زيكزاكي، ماشي بحال قبل، ماشي بحال عام ونص قبل ولا تاع عام واقيلا نقولوا عام الفوق اللي رجعنا للور، راه ماشي نفس الشيء. شحال هادي كانوا برودوي ستورات كتلقى خدام على برودوي واحد مفرقعو وكيبان لك شي سيلز قلال ولا فهمتي في برودويات اخرين اللي كيكونوا اب سيلز ولا كيتيستيهم ولا شي حاجه، مي دابا سوني بلو لوكا. يعني ولا كتلقى ستور كيخدم مسكيلي بزاف ديال البرودويات في خطره. دونك انا ملي انفيستيت وقت كثير في البرودكت ريسيرش ومكونسونطري، هادي حاجه اخرى غادي نهضر عليها عاوتاني مهمه، كندير البرودكت ريسيرش مده طويله وكنت كونسونطرا فيها، راه غادي نبدا نوصل لي ريزولطا، غادي نبدا نوصل القوالب الا جينا نسميو القوالب، حيت شحال واحد تيقول لك ورينا القوالب، غادي نبدا نوصل القوالب ديال شنو واقع حيت مكونسونطري وحيت عاطي وقت. واحد اخر راه عارف اتسباي، راه عارف تريلو، ومشي حتى تريلو راه غير جوجل شيت وقيدو حتى بورقه وستيلو الا بغيتي، راه عارف كلشي، كيدخل كيقلب واحد ساعتين نازل في الاتسباي ولا كدا، جابد الواتساب جابد انستغرام طاق المزيكا بجاد ديكونسونطري افون، راه والله ما غادي يوصل داك الريزولط. وفي الاخر ملي غادي يشوفك نتايا لحتي واحد سكرين ولا واحد ستوري ديال درت انا هاد الشهر 100 كاد ديال السيلز، غنقول لك صاب شنو قلنا صاحبي، شنو الحاجه اللي راك مخبي عليا؟ هو راك انت وياه راك عارف نفس الشيء، راه فريمون عارفين نفس الشيء. دونك انا كنقول ها لا ميثود البروداكت ريسيرش، ها هما بالسميات، ها الاد سباي، ها شد لي باج، الاد ليبراري ديال فيسبوك راكم كاملين عارفينها، ها بيكسل كوالا انسبكتور ولا انسبكتور كوالا، المهم عنده واحد السميه بحال ايكوم انسبكتور، عالي هانتر، جمع لا باز دوني ديال السطورات اللي خدامين، هادي واحد 20%. يعني اللي تكنيك انا شي مرات فاش كنبدا نشوف والله الا كنلقى داكشي اللي تكنيك يلاه كياخذ واحد 30% ديال الريزلت، والباقي هو انت كيفاش داير. وعطي اخويا الوقت طويل البروداكت ريسيرش، جلس وتكونسونطرا وركز مزيان، وملي تكون كتقلب على البروداكت ما تبقاش تقلب غير على ايماج، على ايماج البروداكت، حاول تبقى تفهم، ما تعرف راسك تبان لك شي ايده اللي فريمون غريبه، راه شي مرات راه كتلقى شي ستورات
اللي خدم على شي اداره خدم عليه غير بواحد غابره ولا غتلقى غير واحد البرودكت اللي غيجبد لك واحد الفكره غتضرب لك في الراس، غتصدق انت خادم على شي حاجه بعيد على الكومبيتيشن وخدام عليها راسك، فهمتي؟ ما لقيتي ساليتي مثلا الخدمه تيستاتي برودكت، ما لقيتي ما تدخل على الاكسبريس، دخل امازون بيست سيلينغ وامازون موفرز اند تشيكرز، دخل لهادو قلب بدا تشوف، فهمتي؟ ماشي غير تالي برودكت ريسيرش لوح برودكت واحد يتيست يتسلق مع 12 الليل وسير جري خرج، لا دخل مثلا تصرف على الاكسبريس، تصرف امازون، شوف البيست سيلينغ، شوف شنو كاين، تقد ما تنفعكش ديك الساعه، تقد انت ما تاخذ. انا بيرسونيل ما عمر شي برودكت مخدم ليا من امازون، ولكن با مال دو فوا كنرجع لامازون وكنبدا نشوف شنو كاين. علاش؟ بحال والو غادي تشوف، غادي تبقى كدور كتشوف كدا واحد الفكره غير شتيها دازت، ومن بعد غادي تشوف شي ستار خدام على شي فكره اللي قريبه ليها في الاطفال، وغتقول ترم علاش ما ماتشيش انا بين هاد جوج لي زيدي هادو، ونجرب انا هاد لا ميثود هادي، ونجيب ندير هاد البرودوي وندير له الماركتينغ ديال هاد خينا مع هاد البرودوي هذا، ونطلق ونشوف. راه بحال هكا فين كيبداو فريمون القصص ديال السكسس ديال بصح، يعني فريمون كتولي انت لقيتي طريقك دابا فهاد الجيم هذا اللي هو دروب شيبين، راه كيخصك اون فان كونط تلقى طريقك، فهمتي؟ ما تبقاش كما كنقولوا غير سارح، غير تبع هاد السطور هكا شنو كيطلق اجي نطلق، هاد السطور شنو كيطلق اجي نطلق، وي انت كتسباي على السطورات حيت هادوك الناس اللي هاربين عليك وفايتينك، واخا انت تقلب على البرودويات حتى هي تبغي تجبد شي بلاصه، هما راه غيجبدو احسن منك، حيت كتلقى سطورات عندهم تيمز، عندهم دي تيم كبار، عندهم ناس لي سبيسياليست في البرودكت ريسيرش، انت كتسيرفي على هاد الكومبيتونس ديالهم، هما كتسيرفي على هادشي اللي هما قادين يديروا، كتستافد منه، ولكن او ميم طو خدم دماغك نتايا. هي راه ايه يقد يخدم لك بروداكت جوج ثلاثه، ولكن شنو الحوايج اللي كيديروا لا ديفيرونس؟ هي كل واحد فينا الطريق ديالو اللي لاقي. دونك بقى تقلب، بقى تكونسونطرا، اعطي دماغك لداك الشيء، واعطي وقتك، اعطي وقت بزاف لداك الشيء، حتى لواحد النهار فريمون غادي طيح عليك ايدي. انا نقول لك غطيح عليك ليدي الاولى غطيستها ما غتخدمش، غطيح عليك ليدي الثانيه غطيستها ما غتخدمش، الثالثه ما غتخدمش، ولكن نهار تخدم لك واحد ليدي اللي هي ديالك، تما فريمون غادي تلقى راسك، غادي تلقى راسك كتقلع واحد التقليعه اللي فريمون ناضيه. دونك الكونسونطراسيون في البروداكت ريسيرش والوقت راهم مهمين. علاش؟ حيت دابا انا راه ديما مثلا في انستغرام كنجي كيسولني شي واحد كيقول لي بار اكزومبل سوا في ستوري سوا في ميساج، يعني في ميساج بريفي، كيقول لي خويا بروداكت ريسيرش قول لي راه كنتيستي والو راه تقهرت، هاك الدراري كيقولوا. انا بيان سور كنفهمهم، حيت انا راه ما غاديش ننسى راسي، راه يلا البارح حتى انا كنت مقهور كنتيستي والو، تقول واش كتبغي شي حاجه تخدم ليا. كاين اللي كيقول لي كاع ها انت اخويا شوف ها هو البرودوي اللي تيستيت ولا ها هو السطور ديالي، ترى كنلقى برودوي اللي فريمون ما يمكنش تيستيها صاحبي، كنلقى برودوي ما يمكنش تيستيه، ما غيخدمش، مستحيل يخدم. هو شاف برودوي باين داير البوز داير التراند طاقو 60000 ستور وغادي كيتيستيه هو. انت يا يلاه بادي مثلا، ولا واخا نقولوا كاع شحال تكون كاع عندك فلوس 10k 20 50k، واش غادي تغلب انت دوك السطورات اللي كيتيستي بزباله الفلوس وكيدير الهارد سكيلين وخدام بديكونت اللي قدام ومورمين ويعني وفيريفايد، ومام اللي كيخدموا مع دي زاجونس وكذا، راه عمرك ما غتفوتو. غتقول لي لا راه نقدر نتيستي انا وياه، راه العالم كبير، لا راه فيسبوك كيخدم بالاوكشن، فهمتي؟ راه البيض راه المزايده، انت كتبيع واحد الطوموبيل، واحد عطاك 5 مليون، انا جيت عطيتك 6 هو عطى 10 انا عطيت 20، انا اللي غندي لك الطوموبيل، واخا هو عنده 19 انا عندي 20 مليون، راه انا اللي غنديها هو صافي، ديك 19 مليون ديالو ما بقى ساوي والو. راه الا جينا نبروجيتيو هاد ليكزامبل هاد على فيسبوك، راه ديال اوكشن اللي كاينه في فيسبوك دابا، واخا مازال ما بديتش نهضر على فيسبوك مي ضروري حيت هاد الحوايج ريليتد بيناتهم، مره غادي نهضر على فيسبوك. دونك الاوكشن خدام، ما تمشيش انت لواحد الحاجه اللي صاحبي اللي كلشي مثلا برودوي مطليف الاتسباي ومعروف ولا ساتوري ولا قديم. انت مثلا كتلقى برودوي، كاينين الدراري اللي كيصيفطوا لي شي برودوي كيقول لك خويا هذا راه تيستيتو راه سبند ليا 300 دولار وراه يلاه جاب لي جوج الاوردرز ولا ثلاثه. المهم بغض النظر على لي زيرور اللي دار في التيست اللي من بعد انا غادي نهضر عليهم، انا هضر على البرودوي بالضبط. انت اخويا كتشوف واحد السطور داك البرودوي عنده 4 شهور، هادي مثلا السطور اللي لقيتي عنده البرودوي 4 شهور هو عنده، علاش غادي تطير على داك البرودوي نتايا؟ علاش غادي كتيستيه؟ راه ما غيخدملكش، واخا ما نقولش ما غيخدملكش بالضبط، حيت شي مرات في الدروب شيبين كيوقعوا شي حوايج لي اي لوجيك، ما نقد نقول لك واحد 3% غادي يخدملك،
وانت اون طونكو واحد يلاه بادي راه ما تميزيش على 3%، ميزي على 80%، حيت في الاخر واخا نكون انا داير المليونز غتجي عندي غتقول لي هذا البروداكت واش يخدم لي، راه ما نقدش نقول لك اه غيخدم 100%، غنقول لك اه يستاهل التيست، ولكن في الاخر كيبقى فيسبوك هو سيد الموقف، هو اللي واش غادي يجيبك الترافيك اللي غيخدم لك البرودوي ولا لا. يعني تقدر تجيب لي برودوي فريمون واعر ونقول لك واخا نكون انا ما عرفت شنو داير، ما عرفت فين واصل النيفو اللي واصل ليه، نقول لك اه هذا برودوي واعر، ولكن عمري ما غنقول لك تيستيه والله حتى غيخدم لك هذا، راه عمري ما غنقولها، غنقول لك هذا غيستاهل التيست، وتقد تيستيه فريمون يخدم ليك، وتقد تيستيه وما يخدمش واخا فريمون برودوي واعر. حيت هنا كاين واحد لو كوتي اخر من غيرنا حنا انا هادشي كامل اللي دابا كنهضر عليه هو لي فور ديالك باش تانكريزي البورسونتاج ديال انك طيح على البرودوي اللي غادي يخدم لك، هذا لو كوتي ديالك انت. ولكن كاين واحد لو كوتي اخر اللي هو فيسبوك راه الغوريثم، راه روبو، راه ماشي غادي تمشي لواحد الجروب ديال لواحد مثلا ما عرفتش واحد الجروب ديال شي ناس اللي مانتريسيين بواحد النوع ديال البرودوي وغادي بحال مثلا ماشي بحال هذاك اللي كيمشي في الصباح عنده هز البيض كيمشي عند مول الحانوت كيقول له هاك راه عارف ومحتاج مثلا داك البيض ولا كيقول له هاك يعني داك الشيء صعب اليوم غادي يجيب واحد لا كونتيتي غياخذها من عنده سيرمون. لا حنا راه كنخدموا مع دي روبو، كنخدموا مع دي زالغوريثم، يقد غير هكاك ما غاديش يجيب لك داك الترافيك اللي انت محتاج ولا اللي صالح لك، البرودوي ما غاديش يخدم لك واخا كاع ما تكونش كاع داير دي زيرور في التيست. دونك ملي جبت هذه القضيه ديال التيست مزيانه، هاد القضيه عاوتاني زيدوها خويا زعما المايند سيت ديالكم، هي ان الدومين ديالنا كيتبازا على التيست، فهمتي؟ دونك ملي غادي تكون انت خدام كدير برودكت ريسيرش مكونسونطري مع البيزنس ديالك، كل مره كتبان لك فكره في شكل ديما غادي تيستيها، ديما كتشوف كتقول فهمتي، ديما كدير في بالك بلي راه التيست هو سيد الموقف اون فان كونط، كتيستي داك الفكره ولا كتيستي داك البرودوي وكتشوف واش غادي يخدم ولا لا. ولكن الا كنتي كتلعب في لامارج ديال 80% ولا ديال 90 ولا ديال 70، راه ماشي واحد بحال واحد اخر كيلعب في لامارج ديال 5% و 10%، ماشي بحال لي زيكزامبل ديال الدراري اللي صيفطوا ليا برودويات اللي راه مستحيل اصاحبي يخدم ليه، فهمتي؟ ما فريمون مستحيل، راه صعيب يخدم ليك، ما تمشيش انت واحد البرودوي اللي كتلقاه في ستور اخر 4 شهور هادي. دونك ديما حاول تمشي للبرودويات اللي نقد نقول لك واخا هي ما كايناش شي حاجه اللي اكزاكت مي عيني ميزاني نقد نقول لك واحد شهرين يعني ماكسيموم اللي يكون اللي تكون دوزت في داك السطور، وحاولوا تفوكسيو الماكسيموم على البرودويات اللي كيجمعوا جوج حوايج، الحاجه الاولى جديد في السطور، والحاجه الثانيه كيجيب كاين في الاد ليبراري ديالو مثلا ولا كيطلع في داك التولز اللي هضرت عليهم، يعني يكون كيجمع بين هاد جوج الحوايج شحال ما كان جديد. انا راه فريمون شي مرات علاش البرودويات اللي كان بيكي كنمشي لشي ستور كنبدا نقلب كيبان لي مثلا برودكت مطلوق في الات سباي في ليبراري بيتو كتلقاه مثلا سيدي داير له 60 ات، باش فهمتي باش نعطي لي زيكزامبل كونكري باش بنادم يفهم مزيان، 60 ات كندخل كنشوف امتى هاد خونا هذا اجوطاه عنده في السطور، تلقى سيمانه انا بالنسبه لي هذا هو البيرفكت ديل، هذا هو احسن ما نقد نتيستي، يعني جامع بين جوج حوايج، جامع بين هاد البرود جامع بين جديد يلا لقاه خونا ومن طوره طالق ليه الادز، يعني هنا وليت كنلعب 80% ديال السكسيس 80% ديال البروداكت غادي ينجح ليا. او ميم طون غادي نهضر على واحد البوان مهم، هو بليز لي ايموشنز ديالك والفيلينغز ديالك حيدهم انساهم، عمرك تربي الكبده على البرودوي هذه الاولى، وعمرك تقول هذا البرودوي هذا زوين، راه ماشي انت اللي كتحكم على البرودوي زوين وماشي انت اللي كتقول هذا البرودوي زوين، البرودوي زوين كيقولوه الارقام، كيقولوا 50 ات في الاد ليبراري، كيقولوا كل مره كيطلع مثلا في دوك التوز اللي هضرت عليهم في السطور، كيقولوه الميتريكس ديال فيسبوك اللي غادي نهضر عليهم دابا، هذاك الشيء هو اللي كيقولوا واش البرودوي زوين ولا لا، ما تقوليش هذا البرودوي هذا زوين عجبني، حيت انت ماشي هو داك الكاستمر، يعني البرودوي عجبك راه ما غيعجبش الكاستمر. انا نقول لك 90% ديال البرودويات اللي ديجا سكيليت راه ما ناخذش انا داك البرودوي ليا، ما عندي ما ندير به، ما نلقاه قدامي حتى ب 20 درهم راه ما ناخذوش، بالنسبه لي انا راه ما ناخذوش، ولكن بالنسبه لواحد الكاستمر اخر راه واو راه شي حاجه.
دونك وهاد الاجتهاد القضيه هادي واخا هضرت عليها دابا غيبقى بنادم يطيح فيها يعني مني وجبد في الاول غتبقى تطيح فهاد ليرور كتربي الكبده على البرودوي ولا كتشوفو من لا فيزيون ديالك نتايا سواء في البرودكت ريسيرش سواء ملي غادي نتيستيو في المهم ملي غادي نهضروا على 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 فيسبوك ادز و دونك هنايا صافي نهضرت على البرودكت ريسيرش نهضرت على كيفاش غادي تلقى كيفاش غادي تجبد البرودوي غادي ندوزو ليطاب الثانيه هي كيفاش غادي تزيد داك البرودوي عندك في السطور واش كوبي كولي كيفاش خصو يكون هاد السطور كيفاش يكون كذا الدراري بليز نساو داك كوبي كولي حيد عليا داك كوبي كولي داك كيما داير خونا الديسكريبسيون تقول لي لا راه خدام عليه حيت انا فريمون انا راسي دابا كنشوف ستورز ديال شناوا ولا ستورز ديال شي واحد اللي فريمون سطور عيان وتيدير سيلز ما عرفتش انا بالنسبه ليا ماشي لوجيك ما غاديش نديرها ما غاديش نخدم بها ما نقولش هو تيبيع راه حتى انا ندير بحالو وقود داك تراست بادج وقود داك الالوان في السطور بزاف وقود داك الايموجيز واللعيبات وداك داك الشيء صافي حيدو الكاستمر ولا عارف الكاستمر صافي شرا وعاود وعاود شرا من هاد السطور وتسكامه وشرا من هاد السطور وصدقات له ولا عارف السطورات اللي خدامين ولا عارف فين كترتاح عينو اوكي ملي كنهضر على الدروب شيبين راه 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 ماشي هو مثلا الا جينا ندير واحد ديفيرونس بينو بين السي او دي ميم دابا كنشوف السطورات تبارك الله ديال الدراري اللي خدامين السي او دي فريمون كتلقى السطور هار بروفيسيونيل ولكن واخا هكاك مثلا في السي او دي راك مثلا راك كتخدم مع واحد لوديونس ديال مثلا المغرب ما عرفت الجزائر اللي كيخدم مثلا في الدول العربيه ولا الخليج ولا ايتترا انت راك كتخدم صاحبي مع كتارغيتي ميريكاني يا صاحبي ميريكاني راه كيشوف الاد ديال نايك كيشوف الاد ديال لوي فيتون كيشوف الاد ديال اللي عجب لك حل كيدخل لامازون كيشري من امازون كيفاش بغيتي السيد هذا يدخل عندك انت واخا راك راه البرودوي عجبو يعني نقولوا سالينا دابا حنا البروداكت ريسيرش قلبتي وتستاتي ولقيتي البرودوي المزيان كيفاش بغيتي السيد هذا يدخل السطور ديالك انت السطور ديالك فيه 6 الالوان والروينه وغادي يعجبو وغادي يشري من عندك راه ما يمكنش امريكاني ولا كندا ولا استراليا المهم هاد الكونتريز كبار ولا المهم بليزو موان فرنسا ولا المهم انا ملي كنهضر كنهضر على كندا وامريكان هادو هما الكونتريز الكبار ولكن راه الخدمه بروفيسيونيل في هاد الوقت راه ولات ضروريه في كاع الكونتريز دونك دير في بالك باللي انت كتطلق البنادم الاشهار في فيسبوك كيلقى الاشهار ديالك اثيره فيديو زوين واخا الفيديو غنهضر عليه من بعد والاد كوبي وداك الشيء ما عجبو البرودوي ندخل لقى السطور ديالك ما فيه ما يتشاف هنا شنو غادي تجي غادي تقول لي السلام خويا سفيان اللي هذا الميساج اللي توصلني حتى هو بزاف اخويا راه طلقت واحد البرودوي راه السي بي سي ديالي مزيان راه الكليكس ديالي مزيانين راه كلشي ولكن راه ما تيتباعش راه ما فهمتش دونك هنا راه المشكل في السطور ديالك دونك بالنسبه للسطور انا شنو غادي نقول زعما الدراري يديروا تيم اللي يكون سامبل بيان سور ما كاينش تيم ا ولا بي ولا سي كاينين بزاف ديال التيم اللي سامبل وزوينين وكاين سيرتو واحد الدري كنت يلاه بعدي وراني السطور ديالو راه دايرو بتيم اللي فري زعما وخدم مزيان فهمتي دار سطور فريمون واعر سوري دونك كنعرف دري اللي خدم غير بالتيم اللي فري ودار ستور فريمون واعر عجبني بزاف ما خسر عليه التاريه ولكن بداك نرجع للكونسونطراسيون الاولى يعني ملي كتكون انت مكونسونطري في خدمتك كتشوف بزاف ديال السطورات وكتشوف كل سطور شنو كيدير وعينك كتبدا تولى في السطورات اللي مزيانين والسطورات اللي تيتيستيو والسطورات اللي مجهدين وكتبدا فلان كونسيونس ديالك كتبدا تلاحظ لا ديفيرونس بين هاد السطور هذا هاكي كيدير الباتنز ديالو هاد السطور هذا هل الكالرز اللي داير هاد السطور هذا هل اللوغو كيفاش داير ليه الفوتر كيفاش داير ليه ها كيفاش كيديفلوبي الديسكريبشن فهمتي ها كيفاش كيديفلوبي الديسكريبشن دونك هنا ملي كنقول كتكونسونطرا ميم في البروداكت ريسيرش كتانسبيرا باش نكونوا صريحين حنا في الاول كامل كنا غير كنتانسبيرو يعني ما كناش يعني ما عندكش داك البيدجي اللي غادي تنوض نتايا وغادي تهايري واحد ولا تشوف شي واحد ديزاينر وتعطيه $100 راه في الاول فريمون كتبقى تجيك ديك $100 قاصحه
اللي غادي تعطي واحد $100 باش يصايب لك السطور. دونك شنو غادي دير نتايا؟ غادي تانسبيرا من السطورات المجهدين. سير اخويا تانسبيرا حتى من اديداس، حتى من البراندز الكبار، وغادي تلاحظ بلي بزاف ديال الحوايج اللي مشتركين بين السطورات. الحاجه الاولى لا سامبليسيتي، صافي دابا الدروب شيبين وما بقاش باغي داك السطور في قوه الالوان زعما لوغو في قوه الالوان و3D وداك الشيء، لا لوغو يكون سامبل كتابه عاديه، فهمتي؟ يكونوا جوج الالوان ماكسيموم في السطور ديالك، جوج الالوان اللي كيبانوا. انت براسك دخل للسطور ديالك ودير راسك انت باغي تشري وشوف واش عينك كترتاح في داك السطور ديالك ولا لا، حيت فريمون دابا راه الكاستمر ولا سونسيبل. يعني قد يكون البروداكت ديالك مزيان ويكون وتكون الكامبين ديالك مزيانه، ولكن السيلز ما غيكونوش. هاد جوج الحوايج ما كافينش باش يجيبوا لك السيلز، ولكن في 2017 كانوا كافينك، وفي 2018 كانوا كافينك باش تجيب السيلز. يعني واخا يكون السطور ديالك عيان راك غادي تجيب سيلز، مي دابا لا، دابا صافي الكاستمر شرا بزاف. دابا الاي كوميرس صافي راه كاينين شي دول اللي ما بقاش الكاستمر الا بغى واحد البرودوي يهبط للسوق ولا يهبط للمارشي ولا يهبط لكذا، صافي ولا راه كيقلب غير في التليفون وكيشري البروداكت. دونك صافي الاي كوميرس غادي وكيزيد كيكبر وكيزيدوا الناس كيستعملوه اكثر. هاد القضيه مزيانه وخايبه، ماشي خايبه، مزيانه وصعيبه. يعني مزيانه ليا انا اون طونك بيزنس مان ولا اون طونك انتربرونور في الاي كوميرس، ولكن صعيبه حيت الكاستمر راه غادي يولي كيكزيجي عليا شي حوايج خصني نكون على هوتور. يعني ما حد خصني نكون على هوتور ديال الكاستمر. الكاستمر ما حدو غادي، ما حدو كيشوف البراندز الكبار، كيشوف السطورات المجهدين، دونك عينو غيولي يرتاح في السطورات المزيانين. دونك اخويا السطور ديالك دير جوج الالوان الماكسيموم، دير ديسكريبسيون اللي تكون سامبل، دير مثلا تايتل، هذا غير اكزومبل، تايتل اللي يكون مسونطري بالكرا، كتهضر فيه مثلا على ما عرفتش شي حاجه، شي تايتل سواء على البرودوي سواء على شي افونتاج ديال البرودوي. دير باراغراف، دير موراه ايماج، دير باراغراف صغيره، المهم باش نقول باراغراف. المهم هادشي راه يقد كل واحد يديرو على حسب ذوقه ولا على حسب راسه، مي غنقول انا بعدا واحد اون جينيرال، وكل واحد يقاد الامور ديالو براسو. باراغراف صغيره ديال 5 ديال لي لين ولا 4، دير موراه ايماج ولا داك الجيفس، دوك اللعيبات، دوك الفيديو، دير موراها باراغراف اخرى، دير موراها ايماج باراغراف، فهمتي؟ سد مثلا الديسكريبسيون ديالك بشي ميبي بشي بين تايم، شي حاجه اللي تزيد تراست عند الكاستمر، ولكن تكون نقيه، ماشي داك تراست بادج ديال كاميو تحت منه فاست شيبين وداكشي صافي نساه. مثلا غادي تكتب مثلا 7/7 هكا كاستمر سيبور، تحت تراكين نمبر افيليبل، شيبين من مثلا 5 ايام ل 12 اليوم ولا 11 اليوم. يعني دي زانفورماسيون اللي هكا بساطين، وغادي يعطيو فكره، يعني غادي يزيدوا يكملوا ديك القناعه ديال الكاستمر باش غادي يشري داك البرودوي اللي عجبو. يعني واحد الفوتر يكون كلين، السميه ديال الكومباني ديالك، البوليسيز كاملين ليغال بيجز يكونوا، داك نيوزليتر ديال الايميل. مثلا في التشيك اوت الواحد من الاحسن يحيد داك شيبين ملي كتلقى البرايس وكتلقى تحت منه شيبين، داك كالكوليتد ات نيكست ستيب من الاحسن الواحد يحيدها، حيت كتخلع بزاف الكاستمر. يعني كديجا كدير له واحد القضيه ديال ها مازال غادي نضرب شيبين مع شحال. يعني بار اكزومبل كيكون شاف الاد ديالك، دخل البروداكت بيج عجباتو، شاف البرايس المهم مزيان، شاف $24 برايس عجبو، كيوراك غادي تشيك اوت ولا توقع كيلقى بلي شيبين كالكوليتد ات نيكست ستيب، كيقول واي راه تقد تقام عليا شي ب $35 ولا، وانت راك ديجا بعتي ليه ديك ليماج ديال $24. دوك هادو راه حوايج بساطين، ولكن راه كيأثر، نقول لك كيأثر بواحد 70%، قادو مثلا ما يأثروش في دقيقة، مي انت سيدي اللي تخليها معاك، ما دير بيه، شد ديك الكريست ات نيكست ستيب، حيدها، دير في بلاصتها مثلا فري شيبين افيليبل، دير مثلا شي حاجة فري شيبين اند نو تاكسس بار اكزومبل. يعني باش كتزيد انت في داك الفان اللي كيدوز منه الكاستمر، كتزيد كتخليه يرتاح الماكسيموم بوسيبل. دابا الكاستمر طونكو كليكا على الاد ديالك ودخل للستور ديالك، راه ديجا عنده واحد القناعه بحال لودين، بحال شي حاجه كديريشارجا، راه ديجا عنده واحد القناعه، ها هو غادي في الفانل ديالك. واش داك الفانل ديالك غادي يكمل ليه القناعه باش انه غادي يشري ولا غادي يحبسو؟ دونك هاد لي زاستيس انتبه ليهم، فهمتي؟
هذيك اللعيبه ديال تشيك اوت مثلا، حيد داك الشيبين، دير مثلا فري شيبين او اللي باش تزيد تزعم الكاستمر. ومام الا درتي، الا بغيتي دير كاع بحال بزاف شنو كيديروا، كيدير فري شيبين وكيدير بيد شيبين تحت منه، مثلا شي برايوريتي شيبين ولا شي اكسبريس ديليفري ولا شي حاجه، وما راه بجوج نفس الشيء. ولكن انت كديرها بار اكزومبل، كتعطي للكاستمر داك الفري شيبين، كتوفري ليه يعني ها هو فري شيبين اللي بغيتي تديه، وهي مثلا اكسبريس ديليفري اللي هي صراحه ما كتكون لا اكسبريس ديليفري لا والو، كتكون نفس الشيء، وكتزيد تربح معاه مثلا واحد 4.99 دولار اخرى ولا شي حاجه. فهمتي؟ هادو غير دي زيكزومبل، باش هادو غير دي زيكزومبل باش 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 بنادم زعما ياخذ واحد ليماج. اون فان كونت كيما قلت قبل، راه الدومين ديما كيحتاج الكرياتيفيتي وكيحتاج التيست، راه تبان لك شي حاجه تيستيها انت، فهمتي؟ غير هو دوك لي فوت غراف من الاحسن الواحد ايفيتيهم باش يوفر عليه داك التيست بلا بلا ريزلت بلا والو. بحال كاينين شي دراري كيصيفطوا لي ستور ديالهم فرونشمون، راه تنقول لك راه تنقولها لي حيت اصلا ماشي عيب، كنقول خويا هذا راه ماشي ستور، راه عاود هادي وهادي كنلقاه عامر ب عامر بلي ديفو. كاين واحد القضيه اخرى بار اكزومبل اللي كنلاحظها حتى هي بزاف، انك تلقى بنادم داير جمله في التايتل، سانت سير اي براند عمرك غادي تلقى ولا اي ستور اللي مجهد، عمرك ما غادي تلقى 10 ديال 10 ديال لي مو في التايتل ديال البروداكت، غتلقى في علي اكسبريس وفي علي بابا، ولكن ما غاديش تلقاها في ستور ديال الدروب شيبين. داكور، هادي عاود ثاني باش حيت دابا انا كنهضر حتى على الابديت، راه كانت كتخلط القضيه. حنا انا بروداكت كنت سكيليتو، هذاك اللي كنت سكيليتو الثاني اللي هضرت عليه في 2019 راه كان تايتل كبير، هذاك مستحيل نديرو انا دابا، ما يمكنش. عطي كما قلت في واحد في داك اللايف اللي فات اللي كنت درت في انستغرام، عطي لداك عطي لداك البروداكت، عطي واحد ليدونتيتي، ما نعرف بدا بدا عطي شي سميه، دير شي حاجه. هو كل شيء على حساب على حساب زعما على حساب البرودوي، على حساب البرودوي شنو هو، على حساب الناتشر ديالو، على حساب النيتش، على حساب شنو غادي يدير. واباز ديال هاد القضيه هادي، عطيه واحد ليدونتيتي، عطيه واحد ما نعرف، عطيه شي سميه، سمي لك البروداكت، فهمتي؟ سميه بحال مثلا غادي سيبوزون سميتيه بروداكت نيس، غادي تبدا في التايتل ديالك، غادي دير بروداكت، غادير تي ام مثلا تريد مارك، هادي تي ام صغيره كاينه الفوق، هي سامبل ولكن راه كتزيد فلان كونسيونس ديال الكاستمر، راه كتزيد تراست. اوكي، دونك بحال مثلا دير برودكت تي ام وتزيد موراه شي حاجه، فهمتي؟ مثلا شي حاجه اللي هكا جديده، دير مثلا 2022 ديزاين بار اكزومبل. المهم هادو غير ديمو اللي انا دابا كيجيوني في بالي، انا براسي كنبقى نتيستيهم، كنبقى نتيستي بزاف حوايج بار اكزومبل في التايتل وكذا. مثلا 2022 قريبه، شي برودكت ايدي، شي حاجه مازال جديده، دير مثلا شي حاجه مثلا ديال الالكترونيك، سميه مثلا ما نعرف كيما الايفون سميتو ايفون، سامسونج سميتو سامسونج، حتى داك البروداكت سميه شي حاجه، ودير مثلا تريد مارك ولا ديك اير كوبي رايت باغ اكزومبل، وخا راه ما كاين لا كوبي رايت لا تريد مارك لا والو، فهمتي؟ وكمل دير تايتل تايتل مثلا سامبل موراها صغير باغ اكزومبل 2022 تكنولوجي باغ اكزومبل، مثلا 2022 تكنولوجي، الا كانت مثلا شي حاجه الالكترونيك، شي برودكت ديال الالكترونيك. بحال بار اكزومبل انا بروداكت كنت خدمت عليه ديال الدراري الصغار، كنت سميتو هابي كيد، هابي كيد يعني عادي، هابي كيد درتها كمشروكه اش ماجيسكيل وكا ماجيسكيل والتي ام، يعني هذا بروداكت اللي هو عادي اللي بزاف خدامين عليه. ولكن انا شي مرات كاستمر كيصيفط ليا ايميل كيسول على البروداكت، كيقول لي اباوت يور هابي كيد، كيشتاك يعني ديجا راه واخد واحد ليدونتيتي ديال البروداكت عنده في دماغه، فهمتي؟ دونك هادو شي حوايج اللي كاينين بزاف ديال الدراري اللي كيسكيبيهم، ولا اللي بحال كاين اللي كيحقرهم، كاين اللي كيسكيبيهم، كاين اللي ما عندوش في بالو. دونك هادو راه حوايج مهمين. دونك ستور كيما قلت، جوج ديال الالوان ماكسيموم في ستور ديالك، يكون ستور سامبل، يكون تيم نقي، فوتر نقي، تايتل مزيان، ديسكريبسيون ما تهبطش مثلا على باراغراف طويله وتحطها في الديسكريبشن، راه الكاستمر ما دخلش باش يقرا، فهمتي؟ ما دخلش باش يقرا جورنال، كاستمر داخل غير باش يقتنع بداك البرودوي اللي شافو كليك عليه، ما ميبي داخل يشوف لي ديمونسيون ديالو، ميبي داخل يشوف الشيبين شحال، ميبي مثلا باغي يعرف غير شي حاجه كيما انت فاش كتبغي تمشي تشري شي بيسي وكتسول على لارام ديالو كذا، حتى هو داك البرودوي باغي يسول على شي انفورماسيون عليه. يعني انت حط راسك في بلاصه الكاستمر وشوف شنو تقد تبغي نتايا تعرف على هذا البرودوي، وحط داك شي يكون سامبل، بانوا لك دي زيماج لي فريمون كيزيدوا يوضحوا البرودوي ديالو في الديسكريبشن ولا دوك الجيفس، تا هما مزيانين. سينو تقدر دير واحد جوج لي باراغراف ولا ثلاثه
تفرقهم مثلا بجمل اللي يكونوا بالقرا التايتل الصغار اللي يكونوا بالقرا بيناتهم باش داكشي مقاد داكشي انيق سونطري داكشي قادو مزيان زيد له دي زانفورماسيون تحت في الديسكريبشن مثلا كاين الكاستمر سيبورت هو نيت غير في لاكونسيونس الكاستمر راه 80% الكاستمرز راه كيشريو غير بلا كونسيونس ديالو باش نكونوا صريحين عاوتاني راه بزاف البرويات اللي تيتباعوا راه الكاستمر ما واقفش عليهم راه ماشي حالات او موت راه كاينين البرويات اللي كتلقاه تافه وهكاك الكاستمر تيشري دونك غير قنعوا باللي راه غادي يشري داك البروداكت دونك كيما قلت حيد داك شيبين كالكوليتد ات نيكست ستيب ودوك دوك اللعيبات صافي كنظن بالنسبه للبروداكت ريسيرش والستور ديالك كيفاش غادي يكون كنظن باللي قلت كل شيء وي دير مثلا ايميل يكون بروفيسيونيل راه كاين اللي تيجي كيدير ايميل ديالو في الفوتر ديال الستور راه ما يمكنش مثلا الستور ديالك سميتو مانا ستور دير info@store.com دير نمره راه كاينين لي زابليكاسيون ولا لي بلاتفورم اللي كيعطيو داك الفيرتوال نمبرز واخا هادي مهم كاين اللي كيديرها كاين اللي ما كيديرهاش الفوتر كتب مثلا شي باراغراف اللي تكون ماركتينغ باراغراف تكون ماركتينغ على راسك ديرها ما كانش عندك كوبي رايتر شد اخويا سير غير البراند وشوف كل واحد شنو تيكتب على راسها دوك لي باراغراف وتانسبيرا منهم وهز شويه من هنا وشويه من هنا وكون واحد الجمله مزيانه ديالك وحطها تما دونك هاد دونك باش توصل الكاستمر لداك التشيك اوت باش غادي يشري وبيس هو اليز دونك اجي ندوزو دابا الفيسبوك ادز واللي هو البدايه ديال الفانل اللي كيدوز منها الكاستمر يعني اللي هو داك الاشهار دونك بالنسبه للفيسبوك ادز غادي نهضر على التست وغادي نهضر على الميتريكس اللي غادي تحتاج وشنو غادير مور تيست سمعني بليطو شنو غادير مور تيست غادي نهضر على السكيلين وقلت زعما من بعد نقدر نهضر على دي زابليكاسيون اللي تنخدم بهم انا في شوبيفاي ولا واي نوت زعما نقدر نشيريهم دونك بالنسبه للفيسبوك ادز اللي هو البداية دابا حنا هضرنا على الستور هضرنا على البروداكت لقيتي البروداكت ديالك قديت الستور ديالك نقي مزيان عاودتي درتي له الريفيو با مال دو فور المهم كلشي مزيان غادي تشد دابا داك البروداكت ديالك غادي تيستيه اوكي دونك هنايا غادي نهضر على واحد ثلث ساعه بحال هكا واحد 20 دقيقه على فيسبوك باش ندوزو لا كاستيون كيفاش كنتيستي انا كندير كامبين ديالي كندير 10 د لي زاتسيس كندير كامبين ابيو دونك 10 د لي زاتسيس 10 دولار لكل ادسيس وبيان سور الانتريس كيكونوا عندهم علاقه بالبروداكت ولكن انتريس يكونوا كبار برود هنا عاوتاني غادي نقارن في اطار الابديت شحال هادي كنتي ممكن تارجيتي بيج شي فيسبوك بيج ولا شي فيسبوك جروب ولا شي حاجه اللي تقدر تعطيك في الاودينس سايز مليون ونص وتستيها وتخدم لك مزيان وتديبليكي فيها وتديبليكي وتخدم لك دابا لا دابا فيسبوك نزيدكم عاوتاني واحد ليكزامبل اخر ديال الابديت هو ان بار اكزومبل شحال هادي فيسبوك كان خصك تبقى تسبيسيفي ليه الماكسيموم بوسيبل كوم اكزومبل بليسمنت كنا كنديرو غير فيسبوك فيد وانستغرام فيد فاش كنا كنديرو اول بليسمنت ما كانتش كتخدم دابا لا دابا تطور فيسبوك ولا عارف شنو انت باغي ولا عارف الاودينس ديالك دونك بحال مثلا بليسمنت كدير اول بليسمنت اوكي دونك بالنسبه للانتريست خصهم يكونوا برود شحال ما كانوا برود اكثر شحال ما مزيان غير هما بيان سور يكون عندهم علاقه بالبرودوي ديالك باش فهمتي ما تصدقش طايح في اودينس اخرى اللي ما عندهاش علاقه بك دونك داكشي ديال داك الوان دي وان دي كليك و 7 دي فيوز داك اللعبات هذوك ما بقيناش كنقيسهم ولينا كنخليو داكشي كامل بار ديفو داكشي ديال الكوست كنخليوه عادي داك لاويست كوست كنخلي كلشي نورمال شنو كندير 12 ديال الليل يعني الكامبين تبدا مع 12 ديال الليل الانتريست كنديرهم ابيو يعني 10 دولار بالضبط 10 دولار كل وحده انتريست برودز وكنسمي كل اسيت بكل اسيت بالانتريست ديالها باش نعقل عليها غادي ندوزو للاد الاد كدير واحد الفيديو اللي يكون زوين سوا صايبو نتا لقديتي سوا تصايبو فايفر راه كاينين اللي كيصايبو ب 5 دولار هذا هو اقل ثمن وثمن اللي الصراحه راه سامبل لوجيك عطيه مثلا 5 دولار غير قد لك فيديو ديال 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 البروداكت ولا كاع تقد مهم واخا انا دابا ما كنديرهاش ولكن حتى الواحد الا كان مزير في البادجيت تقد تهز الفيديو اللي كيخدم به داك السطور الاخر وتبدل غير الميوزيك ولا تبدل غير شي تخربيقه بحال هكا داكور كنتي ممكن تسورسي جوج الفيديوهات ولا ثلاثه
دير مثلا ثلاثه الفيديوهات بدل سكرول ستوبرز مثلا، دوك ثلاثه الثواني الاولى حيت غتسبليت تيستي بهم، حيت من بعد غادي يبان لك نفس الفيديو كيخدم كيخدم وهو نفسه مبدلي له غير دوك ثلاثه الثواني ولا اربعه الثواني الاولى ما كيخدمش. اوكي دونك مثلا دير ثلاثه الفيديوهات ولا جوج، دير اد كوبي نقيه، اد كوبي شوف ما بقاش عاوتاني ديك الاد كوبي اللي طويله وقوه لي زيموجي وقوه داك داك حط اللينك ديال السطور جوج مرات، راه شحال هادي راه كان كتلقى السطور سكيلي وحط اللينك ديال السطور في الاد كوبي جوج مرات ايتترا، داك الشيء صافي نساه. شوف دير اد كوبي صغيره، دير واحد 6 الكلمات 5 الكلمات 7 الكلمات، الا درتي شي ايموجي دير ايموجي وحده فهمتي، واحد هاد 6 الكلمات يكونوا كيقيسوا في البروداكت مزيان ويكونوا يعني مستركسيرين مزيان، تكون جمله اللي كلير باينه للكاستمر عاوتاني باش ما ديرونجيه. صافي حط الفيديو ديالك ولا التصويره، في لوكا ديال الفيديو دير تامبنايل اللي يكون مزيان، يعني ما تمشيش تطلق بلا تامبنايل بلا والو، دير تامبنايل اللي يكون مزيان وطلق الارس. دوكا حنا درنا 10 ديال لي زاكسيس، درنا 20 كرياتيف، زعما 20 ار، يعني كل وحده جوج ولا كاع ثلاثه ولا وحده، المهم على حسب البروداكت بابليشيتي طلقتي. دونك هنايا كاينين ثلاثه ديال الحالات. من بعد ما غتقرا الميتريكس ديالك نهضر على الميتريكس، بعدا هما الاولى اللي كتبازا عليهم اللي غتبازا عليهم اللي غتحطهم في لي كولون ديالك في الاتس ماناجر. كنهضر على السي بي سي، سي بي ام، سي تي ار. اوكي سي تي ار بيان سور الاماونت سبانت، لينك كليكس باش تشوف، المهم لينك كليكس هو السي بي سي. غتشوف الكوست ديالك بير اد تو كارد، غتشوف انيسييت تشيك اوت والكوست بير انيسييت تشيك اوت، وبيان سور الجول ديالنا ولا الايفنت الجول ديالنا اللي هو البيرتشيز والكوست بير بيرتشيز. داكور دونك ملي غادي تيست البروداكت كنخليك يبدا مع 12 الليل، كنفيق لغد ليه، المهم مع ديك 12 ديال النهار باش كيكون نيت سباند واحد البيجي على، المهم اذا قلنا 100 دولار غيكون سباند واحد 30 35 40. شنو كندير انا بيرسونيل، الا دخلت ولقيت البروداكت سباند بار اكزومبل 40 دولار ولا 30 دولار ما جايب حتى اتو كارد نقلع في خطره وجايب سي بي سي فايت واحد الكليكس طالعين سي تي ار اقل من 1%، كنقتلو ما كنزيدش نفكر، ما نزيدش نقول لها نبدل هذه لا ما نبدلش هذه، حيت ديجا انا عندي ستورات اخرين كنصباي عليهم، عندي برودويات اخرين حاطهم عندي في تريلو، يعني كاين من تيستي. صافي كتلقى الكوست بير اتو كارد طالع بزاف فايت واحد 15 كاع الدولار او ماكسيموم، صافي قتل ما عندك ما دير داك البروداكت، صافي قتلو باش ما يزيدش يفرعك، باش ماشي حتى تقتلو تيسباندي لك 200 دولار ولا 250. دونك 40 دولار كافيه باش تاخذ واحد الفكره على البروداكت وباش تحكم عليه. لوكا الثاني مثلا لقيتي البروداكت جايب الميتريكس ديالك مزيانين بحال مثلا السي بي سي قل من 1 سي بي ولا قل من 30 كاع او غرو ماكسيموم، سي تي ار فايت واحد، كاين اد تو كارد مي ما كاينش مازال ما كاينش بيرتشيز. هنا شنو كندير، كنقول ميبي هذا النهار راه غير يعني نهار عيان ولا شي حاجه فهمتي، كنزيد كنخليه سباندي داك النهار، يعني طونك الكليكس مزيانين وكل شيء مزيان الاتو كارد كاينه كنزيد نخليه لغد ليه فهمتي، لغد ليه باش كنكونفيرمي، الا حتى لغد ليه داز يعني بحال بحال ما كاين لا سيلز لا والو، جينيرالمون تنقتلو. داكور دونك هنا هضرنا على التيست ويد باد باد ميتريكس، يعني من الاول كيكون الميتريكس ديالك عيان يعني كتقتل البروداكت. كاين لوكا الثاني هو ملي كيكونوا غود ميتريكس ولا غود ميتريكس مع سيلز عياني، دونك هنا سواء كتخليه يزيد النهار الثاني سواء كتعاود غير خصك تبدل شي حاجه في السطور ديالك. داكور دونك الا كان سي بي سي مزيان سي بي ام كلشي مزيان، الكاستمر كيكليكي كيدخل كيدير الاد تو كارد وما كيشريش وكاملين ما كيشريوش ولا كاع نقولوا حتى النهار الثاني، يعني خليتيه النهار الثاني وباقي سا بيرسيست، دونك راه كاينه شي حاجه ماشي هي هذيك. اول حاجه غادي نهضرك عليها هو البرايس، البرايس راه خصك تنقصو، يقد يكون الكاستمر بان ليه داك البرايس ماشي لوجيك فهمتي، كيما ملي تجي انت تشري عندي تليفون والتليفون 7000 درهم وغنقول لك راه تعطيك 6500 درهم ولا 7000 درهم راك ما غاتشريش، واخا يكون التليفون عندك واخا يكون يعني بون ايطا وكذا لا فالور لا البرايس اللي عطيتك فايت لا فالور ديالو راك ما غاتشريش. نفس الشيء دونك هنا ملي غادي تشوف غود ماتريكس مع السيلز ما كاينينش غتعاود تكوريجي شي حاجه في البروداكت بيج ديالك. حنا بيان سور سيبوزون هناك كرا السطور ديالك مزيان راك ابليكيتي داكشي اللي هضرت عليه على السطور قبل، دونك اول حاجه غادي تبدلها
واللي جو بونس جينيرالمون هي اللي كتكون دايره لا ديفيرونس هي البرايس. نقصوا البرايس واخا يبان لك داك البرايس فهمتي فريمون هابط بزاف في الاول ماشي مشكل، غير نقصوا وشوف من بعد غتانكريز البرايس وغتبقى تيست وغتبقى تشوف عين الميزان. مي في الاول بدل البرايس وحاول تبدل شي حاجه، حاول تشوف انت دابا السطور ديالك، حتى انا ما يمكنليش نعطيك شي حاجه اكزاكتومون من غير بيان سور من غير البرايس والتايتل. بين الا كنتي دير داك التايتل كما قلت ليك وديسكريبشن مزيانه، كنظن بلي جينيرالمون غير البرايس اللي كيدير هاد لا ديفيرونس. هي بيان سور تقدر تعطيني شي صور نشوفو داك الساعه نقد لاحظت شي حاجه اخرى اللي تكون دايره التصاور راه شي مرات تكون كدير شي تصاور اللي عيانين ولا كاليتي عيانه ولا شي حاجه، حتى هما راه غادي يهربوا الكاستمر. دونك التصاور يكونوا مزيانين ما يكونوش بزاف، ما تديرش 20 تصويره ولا بحال بزاف الصورات، 8 تصاور ولا 6 ولا 7 كافيين. داك الساعه الا بان لك تيست بالماتريكس مزيانين مع السيلز عيانين نقص البرايس، تحرك البروداكت تبارك الله. ما تحركش البروداكت صافي قتل. وهنا غادي نرجع لواحد البوان اللي هضرت عليه قبيله، هو الفيلينغز ولا الايموشنز. صافي ما تتعلقش بداك البرودوي صافي قتلو. كاين بزاف من التيست حيت كاين البرودوي اللي كيف في داك الواو فاكتور، كاين ديك الكليك كيعطي الكاستمر داك لا كيوريوزيتي ديال انه يكليكي ويدخل يشوف الكوال ساجي، ولكن ماشي زعما راه باغي يشري. دونك الا نقصتي له البرايس درتي واحد البرايس لي لوجيك وما تحركش البروداكت صافي فهمتي كيل اند موف صافي تحرك ما كاين ما. هنا غادي نهضروا على 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 الى تيستيتي الميتريكس مزيانين، كوست بير اتو كارد مزيان، كاين الانيسييت تشيك اوت والسيلز حتى هما كاينين. دونك يعني حتى البيرتشيز كاينه وماشي بيرتشيز كاينه بوحده كافيه، مي حتى الكوست بير بيرتشيز مزيان مسلك انت حيت راه كاينين الدراري اللي كيتيستيو. هنا غادي نرجع ليكزامبل ديال البروداكت الاول اللي هضرت عليه سكيليتو. انا كنت غير باغي داك النوتيفيكاسيون ديال شوبيفاي وكنت غير باغي نشوف الاوردرز اكثر ما انه كنت مركز على واش كاين البروفيت، حيت اون فان كونتر البروفيت هو اللي مهم. غادي تقول لي انا كندير 30 كف في النهار وكتبقى لك ان كا ولا راه ما زعما راه ما عندها حتى شي معنى ولا ما كيبقى لك والو. دونك البروفيت اون فان كونت هو المهم. انت من الاول غتكون خدام مع ايجنت شينوي، باي ذا واي الايجنت راهم موجودين بارتو، راه كاينين دي جروب ديال فيسبوك سبلايرز كدا. من الاول غتفيكسي معاه، ملي غتيستي انت داك البرودوي غيبان لك الاتو كارد وغتبان لك الامور ساماش محركه، غادي تهضر معاه غتقول له شوف لي هاد البروداكت شحال داير شحال يقد يكون بالشيبين. دونك هو غادي يعطيك اليونيت كوست وغادي يعطيك الشيبين كوست. دونك غادي يعطيك مثلا $15 باش غيتقام عليك بكلشي. انت يا سيدي حاط البروداكت ب 30 مثلا، واخا خص مثلا كان غيتقام ب 15 خصك تحطها بكثر. جينيرالمون البروداكت كوست دير 20 للفوق فهمتي، شي مثلا 15 من الاحسن يكون ب 35 للفوق. نقولوا احنا حطيناها ب 35 دونك بقات 20 بقات 20. دونك البريك ايفن كوست بير بيرتشيز ديالك، البريك ايفن كوست بير بيرتشيز ديالك راه هو $20. دونك الا كانوا الماتريكس ديالك مزيانين والسيلز غاديين والكوست اكثر من $20 راك كتخسر، راه واخا كاين الاوردرز راك كتخسر. دونك هنا غادي تبدل التايتل تبدل شي حاجه تزيد تعطيه وقت يقد يكون البروداكت صغير اوبتيميزي. هنايا تقد في التيست توصل البروداكت حتى 3 ايام 4 ايام ميم حتى 5 ايام وتشوف الامور كيفاش غادي. انت راك داكشي راك غادي معهم باراليل وراه عينك ميزانك فهمتي. بان الكوست بير بيرتشيز بدا كيطيح تبارك الله مزيان، ما بانش الكوست بير بيرتشيز بدا كيطيح قتل عاود ثاني ما تعلقش بالبروداكت صافي قتلو. كيجيب السيلز مي ما كيجيبش البروفيت، دونك ما عندك ما دير نتايا به، انت خصك اون فان كونت البروفيت اكثر من السيلز. دونك هنايا الكوست البريك ايفن كوست بير بيرتشيز ديالك $20. نهضروا على اللوكات التالي كاع اللي هو مثلا كيجيك الكوست فور اكزامبل 12. نهضروا في اللوجيك يعني ملي كتكون كتيست في الاول كيكون كاع بين 8 7 يعني الا كان البروداكت واعر حتى لواحد 12 13 الكوست بير بيرتشيز. يعني الا كان ب 12 راه باقي لك واحد $8 ديال البروفيت في الاوردر ديالك بلوتو في البروداكت يعني في كل اوردر كتبقى لك واحد $8 ديال البروفيت. هنا مزيان واخا تبان لك $8 ناقص 35 ولا ناقص $40 قليله مي راه مزيان. هنا غادي ندوزو للنكست ستيب شنو هي ديال الاوبتيمايزاسيون. غيكون البروداكت مثلا ضرب 3 ايام ولا 4 ايام غتدخل دوك الانتريست 10 اللي هضرنا عليهم وغادي تشوف شكون فيهم اللي خدامين مزيان وشكون اللي غير كيسباندي وما كيجيبولكش البيرتشيز فهمتي. حيت ملي غادي نقولوا في 3 ايام سباندات لك $300
كاين واحد البروفيت، مي داك البروفيت بار اكزومبل قليل، اللي هذه هي الاغلبيه ديال الحالات غتقطح فيها. مي راه غتلقى واحد ثلاثه ديال الانتريست راهم غير سبانداو 10 10 10 يعني كل نهار 10 سبانداو 30 وما جابوا والو. دونك هذيك 30 راه مشات في والو داكور. مثلا كل وحده سبندات فيهم 30، الا كانوا مثلا ثلاثه ديال الانتريست ما جايبين حتى شي بيرتشيز، راه كتهضر على 90 دولار مشات في والو. هنايا شنو غادي نديرو؟ غادي نقتل الانتريست اللي ما جايبينش، وغادي نخلي الانتريست اللي خدامين ليا مزيان. الا كانوا كاع الانتريست جايبين، دونك بليز زعما الواحد يتكونسونطري في هذه القضيه هذه، باش الا كانوا الانتريست الاخرين مثلا بقاو واحد سبعه ديال الانتريست كاملين جايبين غير داك او بيرتشيز في الوحده، ولا جوج 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 في الوحده، شنو غادي دير؟ غادي تخليها مازال تي اوبتيميزي. جينيرالمون هاد البروداكت راه غادي يخدم، غير خصك تخليه يزيد اوبتيميزي. بانت لك واحد البيرتشيز مثلا ضربه واحد الانتريست بلوتو ضربه واحد خمسه ديال لي بيرتشيز بوحدها، فهمتي؟ ولا اربعه. يعني شي مرات راه كتبان واحد الانتريست لي فريمون معزول على الاخرين، كتجيب مزيان، كتجيب بروفيت، كتجيب ايروا طالع مزيان. هنا شنو غادي ندير؟ غادي نشد داك الانتريست وغادي ندوبليكيها. غير هو ما غاديش ندوبليكيها في نفس الكامبين ديال التيست اللي انا فيها، مي غادي نخرجها، غادي ندوبليكيها في كامبين بوحدها. هنا كاين جوج ديال الليكا، سواء غادي ديبليكيها، راه غادي نقول كاع لي كاع كاع الليكا اللي كيداروا والتيست، وكل واحد يتيستهم ويشوف شنو اللي غتخدم له، فهمتي؟ سواء غادي ديبليكيها في سكيلين كامبين جديده، غادي ديبليكي في نيو كامبين اللي هي كامبين جديده وغتكون حتى هي ابيو، يعني غادي يبقى البيدجي في الانتريست وغادي تزيد لها البيدجي دوبلو. مثلا كان 10 غادي تردو 20، دونك هنا غتولي واحد الانتريست اللي بوحدها في كامبين ديال سكيلين كتسبند 20 دولار في النهار. هذه الاولى. سواء غادي ديبليكيها في كامبين سي بيو، غادي تكون هي بوحدها وفي كامبين سي بيو. هذا لوكا الثاني. وكاين اللي ما كيديرش وحده في كامبين سي بيو، حيت بزاف غادي يقولوا شنو هو اللوجيك، حيت سي بيو راه ماشي هذا هو اللوجيك ديال سي بيو، كتفرق بين الانتريست، ولكن راه ات وركس. المهم راه كتخدم. كاين لوكا الثالث هو انك تشد هذا الانتريست هذه، غادي تشدها مع شي جوج اخرين اللي حتى هما باين فيهم الضو، مثلا جايبه ثلاثه البيرتشيز ولا جوج، غتشد ثلاثه وغادي ديرهم في واحد الكامبين سي بيو بوحدهم، وغادي تطلقها ب 100 دولار. الا كانوا ثلاثه خدامين مزيان، غادي اون بارالي مزيان، تبارك الله، اللي كانت شي وحده فيهم ميته كتقتلها وكتخلي الاخرى تسباندي البيجي اللي بقى، حيت الكامبين باجيت اوبتيمايزيشن راه الكامبين هي اللي كتفرق البيجي على لي زانتيريست. دونك غادي تقتل مثلا اللي عيانه وتخلي اللي مزيانه تزيد تاخذ بيجي اكثر. دونك هو داز النهار الثالث الرابع، ها انت زدتي طلعتي البيجي مثلا 200 دولار ولا 150 ولا 120، المهم راك غادي كتطلع باقي الكوست بير بيرتشيز مزيان. فهاد لو مومون غادي تمشي تزيد تفيكسي مع الايجنت على حساب البروداكت، غتقول له شري مثلا واحد البروداكت، نشوفو صور لي البروداكت تصويره وفيديو، نشوف واش الكواليتي مزيانه، واش كلشي هو هذاك. وبقى غادي بحال هكا، الانتريست اللي غادي تبان لك مثلا مزيانه ديبليكيها في كامبين جديده، على حسب شنو غادي نخدمك خدمتك السي بي او، عاود نفس الخدمه عاودها، ديرها حتى هي عاوتاني في سي بي او بوحدها، خدمتك مع اخرين ديبليكيها في سي بي او مع اخرين، او ميم طون تيستي كلشي، ديبليكيها في كامبين ابي اخرى. المهم الانتريست اللي مزيانه غادي ديبليكيها، ولكن ماشي في نفس الكامبين ديال التيست. و او ميم طون شنو غدير؟ هاد الانتريست اللي مزيانين بقات انكريزي لهم البادجيت، بقات انكريزي لهم البادجيت، ولكن سلولي، ما تفوتش 25% ديال البادجيت اللي انت ديجا عاطيها. يعني الا كانت في الاول في التيست كتسباندي 10 دولار، زيدها 2 ولا 2.5 باك، حيت الا طلعتي لها من 10 دولار ل 20 راك ضيع اوبتيمايزاسيون، غادي يبان لك واحد السي بي بي خيالي. دونك غتكون ضيعتي واحد الاودينس مزيانه في ديك الانتريست. دونك ما تفوتش 25% في انكريز ديال البادجيت، وغادي تبقى غادي هكا كتانكريزي هنا، كتديبليكي في كامبين اخرى ديال السكيلين هنا، سواء كامبين ابيو سواء كامبين سي بيو. المهم كل واحد شنو كيخدم له اون فاون. ها انت سكيلي غادي دوز واحد جوج سيمانات، غتلقى راسك وليتي كتسباندي واحد 600 دولار في داك البروداكت، وتما غادي تشوف راه باقي كيخليك البروفيت. بيان سور حنا ديما كنهضروا البروفيت كاين، وكي اللي غيسول على شنو هو الافيريج ديال البروفيت، المهم قول من 25% حتى كاع 16%. ما غاديش نجي نقول لك هذاك البروفيت 40%، هذيك الهضره ديال والو راه ما كايناش، 25% 16% هذا هو البروفيت ديالك. دونك هنا غادي تبقى غادي وكتزيد كتطلع في البادجيت، و او ميم طون شنو كدير؟ كتيستي انتريست جداد،
حيت داك البرودوي والاودونس ديالو راه ماشي هي ديك 10 الانترس، راه كاينين انترس جداد، واللي بانت عاوتاني فيهم هي انا قتلها، اللي بانت مزيانه ديبليكيها وهي غدا. ها انت غادي وكتزيد البادجيت، وانت غادي وكتشوف الكوست بير بيرتشيز ديالك، غادي يبدا يبان لك الكوست بير بيرتشيز بدا كيقرب لديك 20، حبس ما عندك فين تزيد، حيت غادي تزيد سباندي داك الساعه غادي تبدا تطحن في البروفيت ديالك. دونك هادشي كامل كيطلع لك ميزانيه، ها كتجي في البيدجي راه اوتوماتيكمون سكيلين ايغال سكيلين ايغال سي بي بي كيطلع عليك داكور. غير هو مع كيكون شي فرض افير كبير ولا ريفينيو كبار كيكون البروفيت كثر، غير هو انت ما حدك كتزيد في البيدجي، ما حدك عينك ميزانك كتشوف، بدا كيبان لك داك السي بي بي كيطلع 16 15 بحال هكا، وانت عندك البريك ايفن سي بي بي ديالك هو 20، صافي حبس في داك البادجيت ديال سكيلين ودوز دي ستيب برودويات اخرين. حيت اون باراليل مع هادشي كامل اللي قلت عليه في فيسبوك، راك كدوز نهار كامل ديالك في الداشبورد ديال فيسبوك في الات مانجر، راك باقي كدير برودكت سيريس، راك باقي كدير داكشي اللي فات عليه قبل، دونك راك كتحط برودويات في الجنب، راه عندك ليست ديال البرودويات، راك تابع داك البرودويات شنو كيديروا في الصورات الاخرين. دونك صافي بان لك البيدجي مزيان، مخلي لك بروفيت مزيان، سي بي بي بدا كيطلع، حبس وتستي برودوي اخر، تستي برودوي غادي نرجع لنفس السيناريو باش بلا ما نعاودو باش بلا ما نطول بزاف، تستي برودوي ما بانش كدا قتل نفس داكشي اللي قلت دابا، قتل برودوي الاول الثاني الثالث، بان برودوي اخر دير نفس الشيء وزعما وعاود سكيلي حتى هو بلا ما ينفاس. دونك جوج برودويات كيسباندي كل واحد فيهم 800 800، حسن برودوي الاولى تبقى تميزي على 1600 سبانديه، فهمتي؟ دونك شحال هادي كان ممكن برودوي وصل سباندي لك 4 و5 كافر، والدراري الشداد راه نيت كنعرف دابا الدراري صحابي اللي شحال هادي راه كانوا عرفتي كيديروا برودوي واحد راه كيشدوه كي فهمتي كينشروه، راه فريمون كيوصل لواحد السبان طالع في برودوي واحد، ولكن دابا ما بقاتش خدام هاد القضيه. دونك انت غادي كتزيد في البيدجي ديالك، وانت غادي كتشوف السبب بي فين راه غالي، ملي كتشوف السي بي بي فراغ غادي ما تبقاش تشوف كل نهار، حيت كاين نهار اللي غيكون مزيان نهار اللي عيان، انت بقا تشد بلا واحد الخمس ايام واحد ديت رانج ديال خمس ايام ولا سيمانه وشد لا مويان وشوف اش تما بالك، مثلا السي بي بي بدا كيقرب للبريك ايفن ولا ما تخليهش تيقرب كاع، يعني غير بدا كيطلع شويه، خلي البروداكت في داك البادجيت، دوز تيست البروداكت اخرى وهي غاد، فهمتي؟ في الاخر كيبقى نفس 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 زعما نفس السيناريو تيتعاود، ومن طرك كتشوف زعما كاين برودوي اللي بالك مثلا بالك شي نيت تخدم فيه مزيان، بالك تبقى تخدم جينيرال، وبالك شي برودوي خدام مزيان ديرو في 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 زعما داك المونو برودكت ستور بوحدو، دير بغيتي تخدم جينيرال وتكسل ولا كاع ما تكثرش غير البيكسل غير اللي خدم طحن مزيان، المهم حتى داك الساعه غادي تبقى تشوف عينك ميزانك، وديما كترجع لا كرياتيفيتي ديالك والاجتهاد الشخصي ديالك. كاين واحد الحاجه اخرى على السدان ديال فيسبوك، دابا انا هضرت على شنو طورت في البرودكت سيريس في فيسبوك ادز، هاد فيسبوك هذا اللي هضرت عليه دابا راه تيتسد، الباج تيتسد، البروفايل تيتسد، هذا كونت تيتسد، البيزنس مانجر تيتسد، هادشي راه برك تهرب منه. دابا دونك شنو ندوز دغيا نهضر على التيبس اللي تتبعهم، واش تقدر تتبعهم باش ماشي باش ايفيتي 100% السدان ديال فيسبوك، حيت ما عمرك ما غاتيفيتي 100% السدان ديال فيسبوك، ما باش ايفيتي 60%، نقول واحد 60% ولا او موا باش واخا يتضرب لك مثلا واحد تسد لك فيسبوك تبقى انت خدام. كيفاش؟ اول حاجه ما عمرك تخدم بستور واحد بزنس مانجر واحد، حتى دير البيض ديالك في الليله واحده، تضرب لك البيزنس مانجر غدارك في الزيرو، والله كل يوم كديرتها 40 كا غدارك في الزيرو، ولا في كيلكو اوردرز ديال الاورغانيك ترافيك، يعني راه فهمتي داك الاب ان تاون مجهده، لا الواحد ما امكن يحاول ما امكن يكثر في لي كونت ديال فيسبوك ديالو، خدم بجولوجين، ما تخدمش داك انكوغنيتو راه ما عرفتش سميتو، حيت داك كيدير مشاكل، هو فري مي كيلوكي الفيسبوك بروفايل، يعني كيبقى لوكال بزاف، خدم بجولوجين، حاول تكثر لي كونت، باغ اكزومبل دير واحد 3 ديال بيزنس مانجر ولا 4، نقولو دير واحد 4 ديال بيزنس مانجر، كل بيزنس مانجر خذ له ديزادمين ديالو فهمتي بروفايلز اللي يكونوا فيه، وكل واحد حاول تعزل بيناتهم الماكسيموم، بحال مثلا واحد البيزنس مانجر خدام فيه في واحد السطور وواحد اخر خدام فيه واحد السطور، كل واحد معزول بوحدو، يعني باش حتى الا تضرب لك مثلا واحد البيزنس مانجر راه السطور الاخر خدام، على ما انت تقعد واحد البيزنس مانجر اخر مع السطور الاول طقطق، هما بجوج خدامين وغيبقاو بحال هكا،
يعني غتنقسم دوك لي شونس ديال انك تحبس كومبليتمون. هادي اللي بغى زعما يخدم شويه سامبل بيزنس ماناجر مع فيسبوك. وكاينه واحد القضيه اخرى اللي كيخدموا بها بزاف ديال الدراري، المهم الدراري صحابي كاين واحد الدري صاحبي عبدو كيخدم بها، هو انك كتحاول تبروتيجي شويه البيكسلز ديال البيكسلز ديالك داكور. دونك كدير جوج ديال بيزنس ماناجر، واحد فيه البيكسل واحد فيه الشيء الاخر، وكتشيري داك البيكسل ملي كتخدم كدير بيزنس ماناجر اللي هو اللي فيه غير البيكسل بوحدو، وكتشيريه مع بيزنس ماناجر اخر، وكتبقى تطلق بداك البيزنس ماناجر الاخر. حيت ديما البيزنس ماناجر اللي اون اكتيفيتي اللي هو اللي كيطلق بزاف راه هو اللي كيكون معرض لانه غادي يتضرب. مي ملي تيتضرب ما تيتضربش داك البيكسل، حيت البيزنس الاخر البيزنس ماناجر الاخر باقي سيف. دونك او موا انت حافظتي على الداتا ولا حافظتي على واحد الاوديونس اللي كانت عندك تما، ولا تقد تحيد غير داك البيزنس ماناجر تعاود تجيب واحد اخر تشيري مع داك البيكسل وتكمل الخدمه، وغتكون اوبتيمايزاسيون احسن. دونك هادو لي دو كا. سينو اذا بغيتي تخدم غير عادي بيزنس ماناجر واحد خدم به، غير هو فرق الشغل ديالك، ما تمشي تنوض تحلهم كاملين في البيسي ديالك، مي لا دير جو لوغين، دير بزاف البروفايلز، شري بروكسيات. يعني الا شريتي ديال اليو اس زعما دي بروفايل ديال اليو اس، شري بروكسيات ديال اليو اس وفرق بيناتهم باش تيلا تضرب واحد ما يجرش معاه الاخر. هذه الاولى. والثانيه ملي تشري واحد البروفايل، سمحوا لي طولت شويه، مي هذه القضيه مهمه. ملي غادي تشري مثلا واحد البروفايل، ما تمشي تشد انت تاخذ البروفايل تحطه في بروفايل جو لوغين ديالك وتشد ما نعرف ديرو ادمين في البيزنس مانجر دابا وتنوض تطلق الادز، راه غادي تضربك مثلا البروفايل. والباج كذلك، الباج سوا كاين اللي كيكريو باج جديده، سوا اللي كيشريو دي باج قدام يعني فايتين عام. وفي لي دوكا خص الوارمين، يعني خص البروفايل يتوارما، وخص يعني بحال يتفاميلياريزا مع داك الاي بي الجديد ديالك. دونك انت ملي غادي تشري واحد البروفايل خصك لي واحد السيمانه ولا خمس ايام ولا بحال هكا، تبقى غير تدخل تشعل داك البروفايل ديال جو لوغين، تدخل داك البروفايل تبقى غير تسكرولي ما دير والو، فهمتي؟ تكري باج مثلا، نقولوا الاغلبيه ما عندهمش باجيت باش يبقاو يشريو في لي باج وكذا، تكري فريش بيج تخليها حتى هي تبقى تلوح دي بوست تورميها داكور. داز سيمانه عاد زيد راسك مثلا بيزنس مانجر، دير الادمين الاول والادمين الاول هو اللي يزيد الادمين الثاني فور اكزومبل. يعني داز واحد السيمانه تلقى بواحد الادمين وبدا تلقى فلو غير كامبين انجيجمنت، تسباندي غير $2 ولا $5 في النهار، خليها واحد 3 ايام اوكي، خليها واحد 3 ايام. حنا كنهضروا على الورمين حتى ديال الكامبين وحتى ديال الاد اكاونت. يعني ديجا راك خليتي البروفايل دوز واحد المده، خليتي الباج دوزات واحد المده، دابا ما غاديش تجي تطلق كونفرجن ديال الدولار، لا غتطلق كونفرجن ديال الدولار تضرب لك الاد اكاونت، طلق انجيجمنت $3 خليها واحد 3 ايام، موراها كاع طلق واحد الكامبين كونفرجن ديال $50 باغ اكزومبل، بقى غادي شويه بشويه، فهمتي؟ ومن الاحسن تكون مثلا كتطلق بادمين واحد باش الا جات فيه الدقه يبقى الاخر الباك اب ادمين، يعني داك الاخر يبقى يقد يزيد واحد الادمين اخر في داك البيزنس مانجر اوكا، وتضرب غير داك البروفايل ديك يو ار ريستريكتد فروم ادفرتايزين. اولا كاع الا كان عندك بادجيت باش تقد تزيد تشري بروفايلز اخرين، غادي تخلي الادمين في التيقار، وغادي تشري دي بروفايل اللي غادي ديرهم اديتورز، يعني يكونوا غير دي زيديتور، يكونوا كيطلقوا غير الادز باش ملي تجي فيه الدقه عاوتاني حيدو والادمين يزيد واحد اخر. دونك فوالا كتكثر كدير، حاول دير جوج ستورات ولا ثلاثه، يعني كتفرق في ستورات، كتفرق لي كونط فيسبوك، وفي وسط لي كونط فيسبوك يعني في لي بيزنس ماناجر كتفرق حتى الناس حتى لي زادمين، يعني باش كتحاول الماكسيموم ديك الضربه اللي غاجيك ما تجمعش كلشي، داك الضربه تقيس حاجه وحده، غتقيس حاجه وحده او ميم طون يبقى الاتس خدام. وحتى الا ضربات مثلا البيزنس ماناجر كامل بكلشي اللي فيه، راه كاين بيزنس ماناجر اخر خدام في ستور اخر، يعني او موا كنتي في واحد ريفينيو اكس وليتي في النص ديالها ماشي وليتي للزيرو. يعني هذا هو اللوجيك كيفاش تخدم دابا مع فيسبوك ادز، يعني ما بقاش فيسبوك ادز بحال شحال هادي سايد بيزنس مانجر كري باج جديده شد برو تيست غادي يبان لك برودكت واحد غادي تشدو غادي تنشطو غتفرقعو عليه يوصل 15 الكاف في النهار برودكت واحد، وحتى الا هبط السكور ديال الباج تحت واحد راه غير تيعلموك تيقول لك راك اندر بينالتي وكذا، يعني عاود طلع السكور ديالك داكشي ما بقاش. دابا باج جديده هبط السكور على جوج، باج ريستريكت فروم ادفرتايزين الله يعاون،
باش قديمه هبط السكور على واحد الله يعاود ما بقاش داك الويكس اندر بينالتي وداك الشيء كاع كامل ما بقاش دونك دابا ما بقاش داك اللوجيك ديال شد بيزنس مانجر واحد مع ستور واحد وبدا تيستي وضرب في برودكت واحد اللي مزيان وعفط عليه داك اللوجيك ما بقاش خدام دوك الواحد حاول وما امكن تفرق كلش حتى لي باج شد واحد البروفايل واحد الادمين اللي يكون غير كيكري لي باج كل 3 ايام 4 ايام سيمانه كري باج ويبدا يلوح فيها دي بوست وخا انت ما غتحتاجهاش ديك الساعه ولكن فاش تحتاجها غتلقاها تورمات فهمتي كيفاش وحاول تورمي كلشي وتفرق تفرق لي كونط باش الا تضربات واحد الباج تحيد كاع داك تحيد داك الباج جيب واحد اخرى في بلاصتها وطلق الاس تضرب داك داك الايديتور ولا داك الادمين حيدو جيب في بلاصتو واحد اخر فهمتي تضرب كاع داك البيزنس مانجر لا قدر الله كامل راه كاين واحد اخر خدام دونك شري بيزنس مانجر عاود داكشي كامل ا زيرو ولا تكون كديرو ديجا اون باراليل عاوتاني لينكي بالسطور ديالك وعاود خدم فهمتي عاود خدم ا زيرو وهي غاده دونك حاولوا لو ماكسيموم تفرقوا تخدموا بهذا البوليتيك هذه مع فيسبوك و غادي تكون زعما جو بونس كتنقص شي شويه داك الصهد ديال فيسبوك وكتخليك تكمل الخدمه ما تبقاش حابس شهر ولا شهرين صافي كاين شحال واحد في فيسبوك كيبقى حابس مده دونك هادي هكا كيفاش الواحد خصو يخدم مع فيسبوك و جو بونس بلي راني هضرت على كل شيء واخا راني طولت شويه سمحوا ليا مي جو بونس راه على خاطر نسيت شويه الله يحفظك خويا وسام الله يبارك فيك الله يحفظك الله يحفظك شكرا الله يبارك فيك الله يحفظك داكور صامر واش كاين بعدا واحد الدري عبد الاحد راك تعرفو راه طلعت لي واحد نوتيفيكاسيون ديال باغي يقول شي حاجه بعدا السي عبد الاحد يدوز هو الاول الشريط ديالنا شوف عبد الاحد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله سي صوفيا العشاء من قبيله وانا كنصنط فريمون عطيتي فاليو ديال واعره ديال بصح الله يحفظك خويا لي سبيشلي ذا موست امبورطانت بارت هو لاست بوينتس اللي دويتي عليهم ديال الباك ابس وداك الشيء مهمه دابا اللي بغى شي واحد يسرفايفي في الدروب شيبينغ وداك الشيء خص ولا بد الباك ابس وتفرق كاع داك الشيء كاع شغلك خصك تفرقو سكو فريمون سي تري تري امبورطون لانه دابا سدان بزاف وداكشي اللي قال سوفي اونستلي داكشي داك السيستم اللي قال سوفي انا هو باش خدامين حنا كاملين دابا واش كتحاول تكالي شويه الصعبه وصافي وي اخويا عبد الوي انا شوف انا طلعت جاي نقول هذا البلان والدراري سوفي انا فريمون الدراري الشداد اللي تنعرفهم في النيتورك واسامه فريمون بيغ اب الكونسيبت اللي كدير ديما كنتصنت لكاع اللعيبات اللي قالت فيه والله يوفق الجميع ان شاء الله وليكم الله يحفظك خويا صافي بليزير خويا تبارك الله عليك دابا الصراحه ملي هضر عبدو كنت كان واحد البوان باغي نهضر عليه ونسيتو هو النيتوركين اللي فريمون مهم بزاف قبل ما ندوز لي كيسيون واحد الدقيقه سمحوا لي الدراري حيت فريمون فاش كنت خدام كنابليكي هادشي كامل اللي هضرت عليه حنا راه بشر يعني واخا تعيا ما تخدم وكدا واحد الوقيته شحال ما طلعتي النيفو ديالك راك كتحس براسك صافي فريمون كتبدا تعيا بوحدك راك غتعيا في هاد الدومين هذا دونك الواحد يحاول ما امكن يقلب على النيتوركين المزيان حيت فريمون 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 غادي يبدل لك كلشي ديالك وداك الشيء اللي واصل ليه انت داك النيفو اللي واصل ليه انت غادي تضرب في 10 غير كراس للنيتوركين حيت فريمون بحال هو عبدو وكاينين دراري اخرين اللي نيت صحابي وصحاب عبدو نيت راه فريمون شي مرات كنكون خدام وريفر ليفل اللي واصل ليه انا حيت ليفل اللي واصل ليه انا نقدر نبان لواحد واعر ونقدر نبان لواحد باقي نيوبي يعني ماشي شي حاجه دونك داكشي ريلاتيف ولكن واخا انا كنقلب على لي سوليسيون راسي واخا كنبقى نتقاتل راسي راه فريمون والله الا شي مرات كنطيح في شي مشاكل اللي كنبقى نتقاتل مع المشكل شي يومين وثلاث ايام وانا كنقلب والو وكتجي غير بارازار كاع شي ابيل مثلا انا وعبدو ولا انا وشي واحد من الدراري تيقول لك هذيك القضيه راه كندير لها شنو تنقول اوه ما طحتليش كاع على بالي حيت راه سي نورمال
راه الدماغ ديال البشر راه ما يمكنش يهاندلي كلشي ويسيبورتي كلشي. دونك القضيه ديال النيتوركين فوق هادشي كامل اللي هضرت عليه راه فريمون مهمه بزاف الدراري. حاولوا ديما تقلبوا على واحد السيركل, ولكن السيركل اللي يكون فيه واحد الجو زوين, ما يكونش فيه المساوس وكذا, حيت راه كما كاين الدراري مزيانين كاينين الدراري خايبين باش نكونوا صريحين. دونك الواحد يقلب على واحد السيركل اللي منها يتموتيفا ومنها تكون بوست واحد الانرجي ليه ومنها كتستفد من الدراري. شوف الدراري كيما فين الليفل اللي بغيتي توصل ليه راه كاين واحد اخر اللي غيكون واعر عليك وغتستافد منه. دونك النيتورك مهم بزاف الدراري. راه نسيت ما هضرتش على هذا البوان هادي لوكازيون صراحه. خي اسامه قال لي هنايا القضيه ديال الهند كاين اربعه ديال لي نوتيفيكاسيون واش اكسبت صافي صافي ماشي مشكل ماشي مشكل السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. خويا سفيان تبارك الله عليك ولا الفاليو قال لي عطيت راه الله يبارك الله الله يرحمه خويا شكرا. بغيت نسولك اخويا بالنسبه ل لا ستركتور الاخرى اللي بغيتي على لي كونط وي بالنسبه ل لا كيسيون الاولى ديال السبلايرز ديال ديال لي بيزنس مانجر ديال لي بروفي وي ديال لي كاستمر بلس لي بروكسي بلس فوالا هي ديال لا كيسيون. لا دوزيام كيسيون هي بروبو ديال لا ستركتور. كنتي زبتي فواحد القضيه ديال قلتي خصو يكونوا جوج ديال لي زادمين سميتو جوج ديال لي زادمين في البي ام وي واحد اللي كيلونسي واحد اللي كيخدم الاخر غير كي يدخل لي زيديتور ويخرج وي باش يبقى داك فوالا باش كونفيرمي لي هاد لافورماسيون. بالنسبه للسبلايرز ديال فيسبوك وديال فوالا ديال فيسبوك كنشكر مرحبا. شوف بالنسبه للسبلايرز ديال فيسبوك بزاف ديال الدراري كيسولوني شنو تنقول لهم. تنقول ليه باش نكونوا فريمون صريحين انا ما كان الشيء دابا مثلا سبلاير ديال البيزنس مانجر سبلاير ديال البيزنس مانجر ديالي ولا ديال البروفايل ولا ديال الباج شحال كتلقى عنده. كتلقى مثلا عنده 10 ديال لي بي ام ولا 10 ديال لي باج ولا كذا. الا جيت انا اشاك فوا نشيريه مع كل شيء راه سا ماشي با هادي غادي نبان لك كاع خايب فيها ولا مي انا غادي نشرح لك. انا كنقول لك ليدي حيت بحال دابا هاد السبلايرز هادو كاينين كثار. انا نقول لك فين انا اول حاجه الفكره يعني باش ما تمشيش انت تكري بيزنس مانجر جديد ويتسد لك سير بلاص وتعاود تكري واحد اخر يسد لك سير بلاص وتمشي تقلب تبدل البيسي كما تيقولوا لي بزاف ديال الدراري وكذا يعني باش ما تمشيش مضطر. انا عطيتك الفكره الاولى ها شنو غادي دير. نقول لك الفكره الثانيه ها فين غتلقاهم. ولكن يعني that doesn't make any sense باش اني نعطيك هذاك بالضبط. علاش خصني نعطيك هذاك بالضبط وانا راجع عاوتاني نقلب عليهم حيت انا مثلا كنحتاج بزاف ديال لي كونط كنحتاج كونتيتي بزاف يعني كيمرضني باش انني اشاك فوا نقلب على واحد اخر. داكور دوك نقول لك فين لقيتهم. مثلا كاينين في سكايب شتي دخل لسكايب دخل بقى دير غير بيزنس اكونت فيسبوك اكونت فيسبوك بروفايلز كذا راه غادي تلقاهم. هذه الاولى. كاينين في لي جروب ديال فيسبوك ديال دروب بيبين دخل وسول راني باغي نشري فيسبوك بروفايل راه كاين اللي غادي كونتاكتيوك راسهم. كاينين دي جروب في تيليجرام فهمتي كاينين في تيليجرام وكاينين في الفايفر وفي الابورك. يعني مثلا تقد انت عاوتاني هنايا الواحد يزيد من راسه شي شويه بحال مثلا تدخل فايفر غتشوف شي واحد اللي يكون مثلا كيبيع كيصايب لك البيزنس مانجر بحال دوك لي سيرفيس ديال فايفر اللي يقول لك انا كنصايب لي بيزنس مانجر اوكي. هذاك سولو قول له واش كتبيع بيزنس مانجر ولا كتبيع بروفايل و80% غادي تلقاهم تبيعوه. يعني ما كاينش لاش نعطيك بالضبط هذاك اللي انا خدام معاه. ولا عطيتك مثلا انت داك الشخص اللي انا خدام معاه راه غيخصني نعطي للدراري كاملين حيت راه بزاف سولوني فهمتي. ما غنستافد لا انا لا انت لا حتى شي واحد. غادي غيكون عنده واحد 10 ديال ليكون غيديهم واحد 10 الدراري ولا غيجي واحد غيديهم كاملين وكاملين غادي نبقاو نقلبوا. دونك من الاحسن تقلب على واحد اللي ديالك سولك شي واحد قول له ها كيفاش الامور مديوره هو راه غادي يلقى واحد اخر ديالو. حيت بزاف اللي سولوا على هذا البلان وكنقول لهم نفس القضيه كنقول له راه غادي نشيري معك مثلا هذاك اللي كيخدم لي معايا انا واللي منه بزاف وغادي نبقى انا حاصل. دونك ها فين تلقاهم فايفر ابور سكايب تيليجرام ولي جروب ديال فيسبوك. غير قلب هكا قلب سول بزاف شي. انا كنقول لك النهار الاول غادي تطيح على واحد يبيع لك لي كونط
فهمتي نقدر نقول كاع شحال تبيعوهم هذه اللي تعاونك بحال مثلا بروفايل يو اس جينيرالمون كيدير بواحد 30 حتى 40 دولار يعني غير باش ما يجيش شي واحد يغلي عليك بزنس مانجر فيريفايد نقدر نقول لك 100 دولار 150 بحال هكا لي باج حتى هما 21 دولار باج قدام دونك هادو هما الحوايج اللي كيتحتاجو دونك هادو هما لي برايس انت خديتي ايدي على لي برايس خديتي على فين تلقاهم ومن الاحسن يعني انت تلقى واحد ديالك وتخدم معاه بالنسبه للقضيه اخويا ديال السيت اب اللي سولتيني عليها انا قلت انا دابا فاش قلت القضيه ديال جوج ديال لي زادمين وواحد كيلونسي الادز يعني غير او كان بنادم مزير ما قدش يزيد يشري بروفايل جدا يعني البيجي ليميتي بزاف مي سينو من الاحسن الايديتور هو اللي يطلق الادز يعني يكونوا جوج ديال لي زادمين واحد الادمين الاول يزيد الادمين الثاني يزيد الايديتور وداك الايديتور هو اللي يطلق الادز باش تجي فيه الدقه حيد الله يعاون واش فهمتي كيفاش هذه هي البيرفكت ميل انا قلت ديك القضيه ديال جوج ادمين الا كان فريمون بنادم مزير واحد الشرط اللي مهم في هاد البروفايلز هادو كاملين هما يكون تشريهم ديجا رينستيتد يعني تشريهم ديجا تسدوا ورجعوا يعني ملي غادي تكونتاكتي انت داك السبلاير هو اصلا غيسولك غادي يقول لك واش بغيتي بروفايل اللي عادي نورمال ولا الـ RE داك الاري كيمهم كيقولوا ار ولا غيقول لك ادفرتايزنج رينستيتد دوك الادفرتايزنج رينستيتد هما اللي يقدوا يصبروا اكثر يعني هادوك كيكونوا دايزين سسبند تضربوا ورجعوا دونك تحاول تاخذ دي كونت اللي ادفرتايزنج رينستيتد يعني راجعين من سسبند و او ميم طون شوف جوج لي زادمين وطلق بالاديتور هذه هي البيرفكت اللي كاينه ومن بعد داكشي كيكون فليكسيبل على حساب البيجي داكور شكرا بصوف يعني جواب صامم الله يحفظك الله يبارك فيك شكرا اخويا مرحبا دانيير كيسيون الله يستري عليك باش ما كثرش اسمح لي دانيير كيسيون عندنا واحد لي عطيت لا دانيير دغيا واحد شوبيفاي كنا ديجا ديفلوبينا فيه ودرنا فيه خدمه كبيره والاكونت اللي ملينكي ليه طاح دونك واش بدلنا غير دومين نيم واش يتلينكا واش كيتلينكا بدوت ماي شوبيفاي دوت كوم بدلتي الدومين نيم ديال بغينا نبدلو الدومين نيم ديال السيت باش نعاودو لينكيو الاكونت جديد حيت كان ملينكي لواحد الاكونت لا ولكن شنو المشكل اللي وقع لك في الاكونت تسبند ما عرفناش غير اكونت تسبند اكونت ديزيبل عادي disabled وي دونك ما تبدلش دومين نيم غير شوف اد اكونت فور لينكي لذاك ستور حتى البروفايل ماشي مشكل غير عاود بدل داكشي كامل وخدم بنفس الدومين نيم حيت ما يمكنش اشاك فوا غادي تبدلك غتبقى تبدل الدومين نيم فهمتي ما كيلينكيوش بالدومين نيم ما كيلينكيوش الا كان شي يعني داك الدومين نيم لينكي مع شي اد اكونت ديجا تسد يولي يسد حتى لا غادي تمشي لداك الاكونت ولا كاع داك البيزنس مانجر كامل تبدلو وحيد داك الدومين نيم من البراند سيفتي دير له ريموف حيد منه الايفنت اوكي حيد منه الايفنت وريموفيه من البيزنس مانجر الاول وعاود لينكي بالبيزنس مانجر الثاني اوكي ميرسي بوكو بوسفيان شكرا سلام داري بخير علي عليكم وعليكم السلام خويا صافي راه لا كيسيون دابا كنت تبدا لا كنكتب داكشي اللي كتقول كيشوف على الكريتير ديال الوينين بروداكت اللي شي باللي خص يكون زعما جديد في المارشي ويكون باغ اكزومبل شي كومبيتيتور ديالك تلقى شي ستار قال لك شي 60 ادز واد ليبراري وباش يبلي البروداكت باغ اكزومبل تمشي تقلب عليه تشوف واش داك الكومبيتيتور حطو في ستور صافي زير لي سيمين شي حاجه ولا ان سيمين وي كيفاش تعرف باللي راه حطو ان سيمين ولا دو سيمين كيفاش تقدر تعرف واش اكستنسيون ولا شنو داكور واخا داكور قبل ما نجاوب على هاد لا كيسيون بغيت نسول خويا اسامه هاد الشيء ياك ما غاديش يحبس الا داز ساعتين ولا شي حاجه ياك صافي سامر دونك خويا كي دير تعرف كاين واحد لابليكاسيون سميتها بيكسل بي او اكس جي ال او هي فري اكستنسيون اللي فري ملي غادي تدخل مثلا لذاك ستور وغادي تدخل هاد الاكستنسيون هادي غادي تدخل داك نيولي ادد راه غتبان لك تما باينه
وغادي تشوف اي 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 برودكت غادي يبان لك امتى تزاد في السطور زعما امتى واش ويك اغو تو ويكس تو مانث كذا غادي يبان لك صافي شكرا على هذه اللحظه مرحبا خويا فهد وي صراحه ما عندي حتى شي كيسيون انا بغيت نشكر سفيان نقول له ميرسي الله يحفظك خويا الله يحفظك ميرسي بوكو بور لي انفورماسيون بور لي فالور اجوتي اللي كتعطينا انت وعبدو انا ناس كنقول لك طوب طوب الله يحفظك خويا رشيد تبارك الله الله يبارك فيك اخويا الله السلام عليكم شكرا خويا سفيان على المعلومات اللي عطيتينا عطاك عندي ثلاثه الاسئله تقريبا اول حاجه انت ما كتفتحش بوان برودكت ستور حاليا حاليا لا ما خدامش كاع حتى شي ستور ما وان برودكت ستور لا انت كتقولنا دابا نيتش ستور ولا جينيرال ستور زعما شكون اللي حسن تقريبا كامل خدام شتيني غادي كامل غادي تضرب تقلب في الستور غتلقى جينيرال ستور خدام ونقدو نشوف نقولوا اكبر ماركت بليس اللي كاينه امازون راها جينيرال دونك هاد الماركت بليس خدامه بواحد ليدي اللي فيها كاع لي برودوي حتى انت قد يكون عندك ستور جينيرال ستور تقدر تخدم دونك جينيرال ستور خدام نيتش ستور خدام مونو برودكت ستور خدام براند خدامه يعني كلشي خدام غير انت خصك تلقى فهمتي انت غادي تشوف هادشي كامل اللي هضرت عليه غادي تبان لك طريقك انت فين كاينه فهمتي تقدم مثلا تخدم على شي برودكت من بعد انا غادي نمشي نخدم على برودكت اخر انت غادي تمشي تخدم على 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 على, على برودكت اخر في نفس النيتش ديالو انا غنمشي نخدم في نيتش اخر يعني كيبقى داكشي ابليك نتايا دونك تخدم في نيتش يقد يخدم لك تمشي ترتاح في داك النيتش تكمل في داك النيتش بوحدو بحال انا بالنسبه ليا النيتش جينيرالمون بحال كنحس ديما نخص الستور ديما خاصني حيت النيتش كنحس براسي بحال كان ليميتي راسي بزاف ما عاوتاني كاين اللي عاوتاني في النيتش وغادي مزيان واتسيتيرا سي دونك كلشي خدام شكرا وبالنسبه للسؤال الثاني هو حيت سمعت بلي الاخ عبدو واقيلا خدامي حاليا ما كيخدمش في حيت على ما شفت انا يوزر تقريبا كيكون السي بي ام ما بين 20 دولار حتى 30 دولار واش كتنصح في الاول زعما في الاول بنادم يبدا بلي كونتيز بحال اوستريه جيرماني يو كي فرنسا ولا معليش ديفيك زعما يبدا يوزاو واخا شي سي بي ام زعما طالع مقارنه مع فيتش ديال الدول الاخرى هي الصراحه وي سي بي ام ديال اليو اس طالع بالمقارنه مع الريتش ديال الدول الاخرى مي الا كنتي فريمون انفيستيتي فراسك مزيان في البرودكت ريسيرش وقديتي البرودوي اللي قليل الماكسيموم بوسيبل راه ميم في اليو اس اخويا راه يخدم لك راه يخدم لك زعما عادي انا ملي بديت زعما وانا في اليو اس واخا هذيك الساعه راه كانت اليو اس الحاله دي وهي ديما السي ام ديالها طالع على الكونتريز الاخرين مي او ميم طون اليو اس يعني فيها برودويز بزاف اللي تيخدموا فيها اوديونس كبيره والسكيلين فيها اكثر عاوتاني من الدول الاخرين حيت الكونتريز الاخرين الا حيدنا كندا واستراليا الكونتريز كامل الكونتريز الصغار فهمتي يعني غير كيتحرك البروداكت كنعرف انا دارك خدموا في كونتريز صغار البروداكت ما كيجيبش زعما واخا البروداكت ناضي وكيتسكيله مي ما كيجيبش مزيان دونك هادشي غادي يرجع لك ليك نتايا وانا كنقول بلي البروداكت كيحكم اكثر من الكاونتري هي وي راه كاينه لا ديفيرونس اليو اس سي بي ام ديالها طالع ولكن الا جبتي واحد البروداكت اللي مزيان كرياتيف زوينه بستور زوين راه واحد الكاستمر من اليو اس راه غيشري عليك كما كيشري من ستورات اخرين دونك انت شوف انت تاخذ لا ديسيزيون شوف فين تخدم فهمتي يعني لا احسن الواحد يتيسي عادي يحكم ضروري السؤال الاخر اللي بقى لي هو بالنسبه للسبان ديال كيف قلتي بحال كتحكم على البرودوي من 40 دولار سبان حيت المهم كنشوف بزاف ديال الفيديو بان كيقول زعما خلي 24 ساعه 48 ساعه واخا مي زعما واخا كاع يجيبك سي وحده زعما واش هذا 40 دولار سبان كافيه باش تحكم وتموفي نيكس برودكت 40 دولار كافيه باش تحكم على البرودكت حيت دابا ما كنهضروش بالوقت كنهضروا بالسبان كندير برودكت سبان ديال 20 دولار في النهار 40 24 ساعه راه يلاه سبان 20 دولار 3 ايام 72 ساعه راه يلاه سبان 60 دولار فهمتي دونك انا جينيرالمون ما كنامنش اكثر بالنهار بكثر ما كنامن بالسبان شحال انا كنقول 40 دولار غير كتاخذ داك ليد الاولى ديال شنو غدير مع البروداكت
انا لي زيكزامبل ديال لي برودكت اللي كيتقتلوا في $40 هذاك راه واخا اسباني حتى $300 ما غيخدمش. ملي كنقولوا بار اكزومبل برودكت ار تيست ديال غتلقى سي بي سي $3 وغتلقى سي تي ار 0.2 0.3 او لو تعطيه شحال ما عطيتيه راه ما غيخدمش فهمتي. دونك هنا كتعرف بعدا لي راجل ديالك كتقتلوا لي خدام ديالك اللي باينين كيورغانيزيو لك التيست. والثانيه كتكيس على البيجي ديالك داكور. دونك انا بالنسبه ليا $40 فريمون كافيه باش تحكم على العضوي ولا كاع. المهم 40 50 30 المهم انا كنقول 40 انا قلت 40 حيت فريمون كافيه دابري الميتريكس كافيه بالجهد. دونك من الاحسن ما تقولش ديك القضيه ديال نتسنه يومين حيت يومين شحال غيسباندي بعدا في هاد يومين؟ واش يومين غيسباندي فيها $50 ولا 300 ولا 700 ولا شحال؟ دونك بقى تشوف بالسباند ديالك حيت هذاك السباند هو اللي كيديرك من فلوسك اكثر. دونك شوف بالسباند $40 وشوف الميتريكس ديالك وتما غادي فهمتي دير على حساب دوك لي 3 كار اللي هضرت عليهم انا قبل. شكرا. اخر سؤال عندي هو بالنسبه لزاد خويا حمزه. خويا حمزه هكا هكا صافي. شكرا بزاف السلام خويا سفيان. شكرا بزاف على اللايف. انا داك البوان اللي هضرت عليه في الاخر ديال لاستريك ديال البي ام هو اللي كنت طحت فيه. كنت لقيت وينيك برودكتس كنت مسكي ليه غادي ب 3 كي بير داي يلا في واحد الويكاند بغيت نورك عليه 5 كي. تسدات لي لاباج الاولى بالفيدباك سكور 1.7 عرفت الا كريت باج ثانيه وطلق نفس البرودكت يديروا لي ستريك سيركي موفنتين. اش درت؟ وي 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 درت الكونتنت كامل لي زيماج بدلت الدومين نيم عاود طلقت نفس البرودكت ما دازش حتى يومين وسدوا لي الباج الثانيه وداروا لي ريستريكتد البروفايل. والباك ابس اللي كانوا عندي في البي ام كلهم تلقى لقيتهم ريستريكتد يعني واخا ما تخصصهم كاع لقيتهم ريستريكتد. وفهمت لا كيسيون ديالي دابا انا الا بغيت نعاود نرجع نخدم هذا البرودكت في الله تقديت هذه اليامات بي ام تقديت بروفايلات كيفاش زعما نقدر نخدم بنفس الوينينغ برودكت ديالي بلا ما يطراو لي دي بروبليم بحال هكا. واش دابا فيسبوك صافي ماركت هذا البرودكت راه خايب ما يبقاش يدوز ولا شي لعبه بحال هكا. بعدا اول حاجه واش هذا المشكل وقع لك في هذا الشهر 11 ولا قبل؟ يلا السيمانه هذه. بعدا واحد القضيه باش يعرفوها الدراري حيت واحد النهار كنت درت واحد السطوري واخا المهم بليزو مو ضحكت فيها ما هضرت ما قلت واحد القضيه اللي كاينه. كان واحد الدري سولني قال لي انا باغي نبدا دابا في كيوف وكنت جاوبته. بزاف الدراري اللي عندي دابا هنا في انستغرام بزاف سولوا قالوا لي علاش قلتي هاد الهضره هادي. كنت قلت ليه الا بديتي دابا في هاد الشهر 11 دي نظره خايبه على الدروب شيب يعني هي او ميم طوراني ضحك مي راني كنهضر على شنو كاين ديال بصح. شهر 11 كان جليتش في فيسبوك كانوا ابديتس في الالغوريثم ديال فيسبوك او ميم طون ديال شهر 11 كيكون هكا حيت راك عارف شنو كاين من بعد البلاك فرايداي داكشي اللي تابعين. دونك سي نورمال مشاو لي كونط بزاف وقعوا مشاكل بزاف. القضيه اللي وقعت لك انت بالضبط انا ديجا دزت منها وقعت لي با مال دو فوا. كنت انا خدام برودكت طاح السكور عاود تيست عاود تبدلت داكشي وتيستيت وتضرب ليا البروفايل الاخر بالسيركونفنتين بوليسي. باش نود الصراحه باش نكونوا لوجيك سكيبيت داك البرودكت ياك كنت خدام بيه من ودابا ركزت عليه الكبده والله. هي شوف هذيك القضيه راه سي لوجيك كتربي البرودكت على الكبده على البرودكت حيت كيكون جايبك فلوس راه سي نورمال غتبغي تزيد تستغلو الماكسيموم بوسيبل. نقد نقول لك انا طونكو دابا انت ديجا درتي 3 كاف في النهار وكذا يعني راه عندك واحد البادجيت صانو يعني تعاود تجرب تعاود هذا السيت اب هذا اللي قلت انا كامل A0 ياك وعاود تيستي في يد الله ما تعرفش حيت اون فان كونت فيسبوك راه كتبقى شي مرات فهمتي كيسهل الله الامور واخا فهمتي انت عاود سيت اب شي كامل ديالك A0 ديال بروفايل اخرين بيزنس مانجر اخر اكونت اخر باج اخرى ستور اخر كلشي وحاول تجيب تصاور اخرين ديال البرودكت حاول تبدل الديسكريبشن ديالو وعاود تلقو بدا بشويه بقى غادي بشويه ديال انجيجمنت في الاول كما قلت وعاود تلقو وجرب سخر الله هي هذيك ما تضربات الامور صافي نسى داك البرودكت وكمل ياك صافي تفلاك لاحظت حتى في لي كومونتير ديال البنادم ديجا ما نكونش شي بيس واقيلا شي 1200 حبه بحال هكا ديجا بنادم بدا كيدخل راه ما عجبوش البرودكت وجاوني ريفوندات في باي بال بزاف في سترايب كان ريفوند يعني اللي كيجي كيهضر معايا كان ريفوند حيت فهمتي كنشوف شحال من واحد كان ريفوند في النهار وشحال مدخل ديال البروفيت في النهار كنقول مسلكاني ريفوند بنادم ما عنديش مشكل. ولكن سير قلت لك ولكن لاحظتها ملي عاود كريت باج الثانيه انا كيبان لي واخا بدلت الكونتنت وعلاش سدوا ليا
حيت واقيلا بدا كيجيني داك بنادم كيدير سينيالي البوست. وي 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 دونك حتى فهاد لو فهاد لوكا هذا غتشوف شي بروداكت واحد اخر وصافي تعاود تيست ازير. فهاد لوكا غنشوف انا بروداكت واحد اخر حيت واخا دير داك القضيه ديال الحساب ديال شحال كتريفاندي وتحيدها من الاكسبنسز وتحسب البروفيت ويبان لك مسلكك، ولكن راه كيطلع لك واحد البورسونتاج ديال ديسبيوت في سترايب راه يقدر لك باي بال ديالك. يعني من الاحسن تسكيب البروداكت راه ما كشوف كاين برودويات بزاف اللي غيخدموا بحالو. دونك داك السكيل اللي كيجيب المشاكل اكثر من القياس هو واحد جينرال سكيل اللي كيجيب المشاكل. ما الا كانوا داك المشاكل بزاف اللي يفرعوك اللهم دوز البروداكت فور حسن ليك اخويا. صافي العز برادر، شكرا بزاف راه كتعطي من وقتك، راه ماشي اي واحد غيديرها ولا شي حاجه. الله يهدي على الراس والعين اخويا. الله يحفظك عز برو. مرحبا اخويا. السلام عليكم خويا زوفيان بخير. السلام خويا. وعليكم السلام. الله يحفظك خويا. واحد السؤال اللي صراحه منين عرفت وانا كنسمعوا ديما هو علاش ضروري تطلق الاس مع 12 الليل، واش يتطلق على قبل 12 ليله المغرب هنا؟ هذا هو السؤال زعما علاش بالضبط دونك نطلقوا الاس مع 12 الليل؟ انت الاداكونت ديالك ديروا بالتايمين ديال المغرب، فهمتي الوقت ديالنا؟ علاش خصو يتطلق مع 12 الليل؟ حيت دابا فيسبوك كيبدا كيسالي سباند مع 12 الليل. دابا سيبوزون نتايا بروداكت طلقتي ليه $100 ديال التيست في النهار، ودرتي داك الكامبين طلقتيها مع 12 ديال النهار، وبقات ان ريفيو تابروفات مع 5 ديال العشيه. من 5 ديال العشيه ل 12 الليل غتسباندرك $100 كامله، فهمتي؟ ديجا ما غادي داك الشيء ما غاديش ياخذ وقته، وما غاديش تكون اوبتيميزاسيون على حقها وطريقها. فيسبوك ما غاديش يحاول يسباندي لك البيجي. دونك شنو غادي يحاول فيسبوك يدير؟ غادي يحاول يجيب لك الناس، يجيب لك الترافيك اكثر من انه يجيب لك الترافيك اللي يقدر يشري. دونك غادي يولي كيجيب لك غير الترافيك هكا، غادي تضرب لك بيجي كبير في مده قليله، وما غاديش يكونوا بيان سور. علاش؟ حيت فيسبوك كيفاش كيخدم؟ كيجيب واحد 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 زعما واحد الجروب ديال الناس كيكون كيدوزهم عندك السطور، كيشوف كيفاش كيرياجيو، وعلى حسب الناس كيتبازا باش سوا يجيب بحال سوا يطلب الاودينس سوا يكذا. ملي انت مثلا من 5 ديال العشيه 12 خصو يسباندي $100 كامله، غادي يولي فهمتي فيسبوك غادي يولي يتعامل معك بواحد الميطو بحال ديال غير كور وعطي الله، فهمتي؟ يعني غادي تولي بزاف كتدخل وما غاديش تكون اوبتيميزاسيون. دونك دا باش انت ملي تقرا تحكم على 24 ساعه، ديك الوقيته ما كتكونيش شويه، يعني اللي كتكون زاهيه هي الصباح ولا هي العشيه، يعني انت واحد الوقيته كامله ضيعتيها وسبانديتي البادجيت ديالك كامل في واحد الوقيته اللي هي. دونك باش تحكم على البرودوي ومورا التيست وكذا خص البيجي تسباندا لون ديال النهار كامل. شكرا لك. السلام عليكم الدراري. شكرا خويا. وعليكم السلام. بالنسبه للسؤال ديالي على سكيلين البيك فور، يعني عوض ما يخلي بنادم البروداكت خدام غير في اليو اس اي مثلا وكيجيب واحد البروفيت اللي هو قليل وستابل كما شرحتي زعما في استراتيجي، واش زعما صاميغيت انه تاكسباندي الاودينس ديالك الكندي والنيوزيلاند والاستراليا؟ السؤال الثاني هو واش كتشري ستوك زعما وكتصيفطو ليو اس اي؟ سي وي هضرنا زعما على شويه ديال البروسيدور وكيفاش كتعامل مع كاستمز و الى اخره. خويا عبد المجيد، الفكره الاولى اللي قلتي راه كوريكت 100% مزيان. اذا كان مثلا عندك انت برودكت خدام في اليو اس، راه احسن حاجه هي تستيه في كندا ولا في نيوزيلاند ولا في استراليا، وجينيرالمون راه كندير حتى انا هذه القضيه، فهمتي؟ غير هو ملي غادي تبغي مثلا تيستي داك البروداكت في استراليا، راه من الاحسن دير له ستور ديالو بوحدو وتعزل الكاونتري. يعني ما عمرك ما دير ستور واحد في جوج ديال الكاونتريز. دونك كل غير هذا هو الشرط الوحيد اللي كاين، كل كاونتري تكون بكل شيء ديالها، يعني ستور ديالها بزنس مانجر ديالها كامله وتيستي داك البروداكت. هذه القضيه كوريكت زعما تقد ديرها مزيانه وتقد كاع، فهمتي؟ ماشي تقد تخدم، راه كتخدم. يعني البروداكت جينيرال مويتي خدم بزاف ديال الكاونتريز اخرين. بالنسبه للقضيه الثانيه اللي قلتي ديال ستوك، صراحه ستوك انا كشي بي غير مشاين، ما كنديرش، ما عنديش ولا هاست ديال الكاونتري اللي خدام فيها ولا شي حاجه، كشي بي غير مشاينه
عندي جوج ايجنت اللي خدام معاهم كيشيبيو ديريكتومون تشاينا ولا شي حتى شي مشكل ستوك صراحه ما دايرش في الطافي اللي خدام فيه. صافي شكرا اخويا. مرحبا مرحبا مرحبا. سلام خاي سفيان. وعليكم السلام خويا. بغيت نسولك على هذه القضيه ديال الدايناميك كرياتيف في دروب شيبينغ، زعما خدامه تيستي مثلا مالتيبل اد كوبي ومالتيبل كرياتيف ديسكريبشن والهيدلاين. وي الدايناميك كرياتيف مزيانه وخدامه، ولكن غير خصك في التيستين فيز غير خصك تعطيها وقت اكثر، يعني ماشي بحال الكامبين العاديه ما مطبقش عليها داك الشيء ديال 40 دولار وحكم على البروداكت وكذا. بغيتي دير دايناميك كرياتيف خاصك تخليها واحد السيمانه خدامه في الاول، على ما تلقى زعما الفيديو اللي مزيان مع الاد كوبي اللي مزيانه مع الاوديو مع كذا مع كذا مع كذا داكور. يعني الا طلقتي انت كامبين دايناميك كرياتيف وكانت بار اكزومبل ما فرعكش بزاف، يعني واخا تكون خسراك غير خليها واحد السيمانه جينيرالمون، الا ما كانش فرعك بزاف راه كتستابيليزا من بعد. واذا تستابيليز وسكيليتي بها بحال نفس السكيلين اللي درت عندنا، كيكون السكيلين ديالها احسن وكيكون ستابل وما كيوقعش داك اللورنين ليميتد في الاسيت، يعني عمر الاسيت ما كتليميتها في اللورنين ديالها، عندك لورنين فيز ليميتد ما كتكونش. دونك الدايناميك كريتيف يعني تخدم السكيلينغ هي في السكيلينغ ديالها مزيان، ولكن في التيستينغ ديالها صعيب، يعني وقتها من الريزلت خصك تخليها توبتيميزي على راحتها. هذا الشيء اللي كيف الدايناميك كريتيف جربها في شي برودويات وشوف واش مسلكك ولا لا. صافي شكرا الله يرحمك. وي السلام عليكم سفيان، الله يبارك بخير. بارك الله فيك. شكرا بزاف على الفاليو على الكاع فليزير خويا. السؤال ديالي بغيت نسولك على المشكل ديال تراكين فيسبوك، واش تراكيش لي زيفنت كاع وما كنقدش نحكم على لي زانديريست كيندير بالنسبه للتراكين عندك، واش ما كيتراكيش كاع ولا ما كيتراكيش كلشي؟ لا ما كيتراكيش كلشي تقريبا، يلا كيتراكي واحد 30%. الصراحه هذا المشكل راه عندنا كاملين ديال التراكين، باش نكون لوجيك عندنا كاملين 40% اللي كتستعكا 35 حتى 50% الماكسيموم. دونك اش من ابليكاسيون اللي خدام فيها ديال التراكين؟ واش داير شي ابليكاسيون ولا داير تشانل ديال فيسبوك نيت؟ لا غات تشانل ديال فيسبوك. اوكي دونك خدام بيكسل واحد. دونك انا بالنسبه ليا ما كنروكومونديش تخدم بالتشانل ديال فيسبوك، من الاحسن تخدم كاينين جوج ديال لي زابليكاسيون، وحده شويه غاليه وحده رخيصه، مره بحال كاينه تراكيفاي وكاينه اوميغا بيكسل. من الاحسن تخدم بوحده فيهم حيت كاينين بزاف ديال الفيوتشرز فيهم حسن من تخدم بالتشانل ديال فيسبوك بوحده، حيت انا بيرسونيلمون الشانل ديال فيسبوك دارت لي مشكل، كان عندي بروداكت اللي ما تيست هزتو غير زدتو عندي وما تيستيتوش كاع، وكانوا فيه ديمو في الديسكريبسيون، حيت كنت في الاول انا فاش كنشد البروداكت غير كنامبورتيه من بعد كنبدل الديسكريبشن، هذا كنت غير امبورتيتو ما خدمتش به كاع، وكانوا فيه ديمو اللي عندهم علاقه بالصحه وكذا، وتضرب ليا البروفايل بلا ما تيستيتو بلا والو. دونك انا كان ايفيتي الشانل ديال فيسبوك، هذه من واحد الناحيه. من واحد الناحيه اخرى بحال التراكيفاي هذه كتقد ديكلاري ما ديكلاريش البرايس كامل ديال البروداكت، بحال مثلا نتايا كتبيع البروداكت ب 50 دولار كدير تراكيفاي، يعني ديكلاري بلي يجي الاوردر غير مثلا غير 30 دولار. علاش؟ حيت كل ما طلع البروداكت كوست البرودكت برايس كل ما فيسبوك كيجيب لك اودينس اللي صعيبو كيطلع لك سي بي بي. دونك بهاد لا ميثود هادي تقد تبيع برودكت غالي ولكن فيسبوك يتريتيه از يعني برودكت اللي رخيص. المهم كاينين بزاف ديال الفيتشرز اللي اوفرهم هاد لي زابليكاسيون حسن تشان ديال فيسبوك، ومع ذلك كيبقى التراكين فيه مشكل. لحد هذا التراكين فيه مشكل. كاينه حاجه وحده اللي يلاه تنتيستيها مازال ما جربتهاش، نقدر غير نقول لك دوك واش جيت تمشي تقلب عليها حيت انا براسي مازال ما جربتهاش باش نعرف، هو انه خص التراكين يكون عندك في البراوزر وفي السيرفر بجوج، حيت دابا انت الا شتي كيفاش مسيطابي البيكسل ديالك غادي تلقى غير البراوزر اللي كيتراكي عندك. المهم غير قلب داكشي في البيكسل وكذا راه غتبان لك واحد براوزر وسيرفر. انا كنقول ما عرفتش، كاين بحال مثلا واحد الدري اللي كان واحد الدري صاحبي سميتو اشرف نصر كاين هنايا، هو اللي كنقلب في هذا الشيء
وصل لهذا الريزلتا هو انه الا قديتي التراكين ديالك يكون بالسيرفر والبراوزر بجوج غادي تولي التراك يحط 80% 85% ديال الايفنت. انا براسي انا براسي مازال ما ديال ميس ماتش ما بين البراوزر والسيرفر. ياك شوف حتى الا بغيتي دير كاع واحد البلان واحد البلان اللي مهم انا باش نعلم راه ما درتوش مي الا بغيتي دير شوف قلب في الابورك وفي فايفر الناس اللي كيديروا هاد الشيء هذا ديال السيت اب ديال بيكسل وكذا وقول ليه فهمتي هايريه وقول ليه شوف ليا هاد الشيء لقى شي حاجه ماشي هي هذيك راه غادي يقاد حتى انا براسي راه غندير هاد البلان هذا ما لقاش راه فريمون ما كنقول بلي ما عندك ما دير حيت فهمتي هذا مشكل دابا كاين في فيسبوك كامل التراكين ما تراكين فهمتي التراكين ما كيتراكيش كلشي دونك حاول دير غير هاد البلان وشوف الا تجيبك شي ريزلت. صافي شكرا. هاد لي زابليكاسيون اللي قلتي تقدر تخدم بزاف ديال لي بيكسل مثلا دابا قلتي لنا بلي نخدموا بجينيرات شوب احسن نقدروا سيطابيو بزاف ديال بيان سور تقدر سيطابي بزاف ديال لي بيكسل كاينه باي ذا واي كاينه تراكي فايل اللي دايره بشي 30 دولار الشهر واوميغا دايره غير بتسعود المهم 10 اختار اللي عجبك اوميغا هي اللي رخيصه. داكوغ شكرا بزاف لحد مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف بخير اخوت هاني مرتاحين الحمد لله الله يبارك فيك لحظتك بارك الله فيك. اسمح لي اخي سفيان بارابور كنتي قولي غادي تشري لي زابليكاسيون كتستعملو في شوبيفاي اللي كيعاونوك فيسبوك واش هما هادو اللي هضرتي عليهم ولا كاين حاجه اخرى سيل دو بلي؟ لا ماشي هادو اللي هضرت عليهم غير ديال غير التراكين. انا نقول لكم بحال مثلا لي زابليكاسيون اللي كنخدم بهم بحال مثلا فاش كان انا كنبغي نامبورتي شي كنلقى شي بروداكت عند شي ستور وكنبغي نامبورتيه عندي وعاد موديفيه انا يعني بلا ما نبقى نزيد مثلا كان عنده لي زيماج مزيانين غادي نخليهم عندي ولا شي حاجه بحال هكا. كاينه واحد لابليكاسيون سميتها بوكي بروداكت امبورتر بحال مثلا هذيك كان هي اللي كان امبورتي بها لي بروداكت بوكي بي او كا اي غري. كنخدم بافتر شيب باش كندير ديك تراكي اوردر عندي في ستور باش الكاستمر يقدي تراكي التراكي الاوردر ديالو. هذه ضروري لابليكاسيون تقدر دير غير داك الكود تصاوبو في ليغال بيجز. وي 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 بيان سور بيان سور ميم هاد لي زابليكاسيون اللي كنقول راه ماشي هما بالضروره اللي تخدم بهم يعني راه كاينين كاين بزاف ديال لي زابليكاسيون فهمتي. انا زعما كنقول غير داكشي اللي خدام فيه انا كاين كلافيو كلشي كيعرف كلافيو وميم كلافيو عندها دي زالتيرناتيف اخرين مي انا كنخدم كلافيو. كاين داك فريكوانتلي باوت توغيدر وتا هي كذلك عندها دي زالتيرناتيف اخرين انا كنخدم بها. وكاين واحد لابليكاسيون اللي زوينه وبزاف ديال الناس ما عارفينش هي بريفي. هاد لابليكاسيون هادي كتعطيك دي زوف كتعطيك واحد الاوفرز واحد ديسكاونت في الشكل ديال بوب ابس دونك هادي فريمون كتجيب لك فلوس فابو من غير اختيار P R I Y. Okay. دونك هذه أبليكاسيون أنت كتبروغراميها على حساب إمتى مثلاً الكاستمر يدخل يدوز 8 ثواني مثلاً ولا 10 طلع لي أب جينيرال ديسكاونت كود كيزيد يزيد يشري ولا مهم تدخل كتشوف راه ساهلة كيفاش كتسيطابا فيها ميم إيميلز والإس إم إس وزوينة الصراحة أبليكاسيون زوينة. كنخدم بري كونفيرت أب سيل وكروس سيل كندير الاب سيلز في التشيك اوت بيج حتى هي زوينه. كنخدم بالطاوك لايف شات يعني اللي كاين ستورت اللي كيدير لايف شات كنخدم بالطاوك وكنخدم في التراكي فاي هذه ديال 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 الفيسبوك ستراكي ديال سير صافي دوما زعما لي زابليكاسيون اللي كنخدم بهم انا. اوكي باغابوغ اخي سترايب وشوبيفاي بيمنت شنو الواحد الاحسن يخدم بهم شوبيفاي بيمنت ولا سترايب؟ دابا هو الصراحه باش نكونوا واضحين راه من هادشي حيت شوبيفاي بيمنت راه باورد باي سترايب. مي انا الصراحه كنشوف دابا الاكسبيريونس ديالي كنشوف بلي شوبيفاي شويه مزيرين على سترايب. لا الا حيدنا الزيار يعني اما احسن تخدم بهم بحال داك الساعه ما غتكون حتى شي ديفيرونس بجوج غادي بيمنت بجوج كيقطعوا نفس الفيز بجوج كلشي ما كتكون حتى شي ديفيرونس. مي زعما اللي زعما ما كيتفاهموش كثر باش شوبيفاي بيمنت وهي نورمالمون الا جينا نشوفوا اللوجيك راه شوبيفاي بيمنت مديوره لليو اس او جو بونس كندا واقيله ولا فين انا تقاش انا في كندا اخي سوفي عندك شي علاش يعني واش احسن ندوز ناخذ شوبيفاي بيمنت عاد الا سولتك هكا تلقاش معاك تدخل ستور كتاكتيفي صافي كتاكتيفي سترايب لا خصك تصاوب لي داكشي ديالو ويتسنى الابروفو
ودوز دوك لي زيتاب هادشي اللي سولت عليه بالضبط. وي وي هي شوبيفاي بيمنت هي كتخدم بها بلا مي كنقطع عندي شوبيفاي بيمنت راه هما من بعد يدوزو معاك الفيريفيكاسيون راه هما كيطلبوا الفيريفيكاسيون كيطلبوا الفيريفيكاسيون ديال الشركه وديال ديال ليدونتيتي ديالك وديال واش نتايا فيزيكا فيزيكمون كاين في هاد البلاد هادي هادشي اللي كيفيريفيو سيتو يعني هادك الشيء عنده الحل يعني كيفيريفيو في الستور اللي قال بي جي اس وداك الشيء نو دونك سامر سامر شنو تخدم اخويا دونك واخا دونك شوبيفاي بيمنت دونك حتى نبقى سترايب يعني هادشي اللي كان ما داخل القضيه داكشي حتى اضطريت نسول فيها شي واحد بروفيسيونيل حسن لا لا خدم شوبيفاي بيمنت ولكن سير بشويه ما ديرش شي هارد سكيلين ولا شي حاجه خدم على برودوي اسمح لي خدم على برودويات دو كاليتي وكذا وبقى غادي غادي شويه بشويه راه سامر شوبيفاي بيمنت راه راه غادي تولي تستخدم يعني راه بجوج فهمتي تقدر تخدم بها تخدم بها وي وي بيان سور درت معاهم سي بور قالوا لي كو سي بيان بوسيبل خويا تمنيت تمنيت دابا نوصلني وجه راس كاين مازال دابا غير تشارش اخويا راه صافي تصرفيق ماشي مشكل عادي هادي تصرفيق هادشي بعد تصرفيق نورمال عادي صافي هادشي اللي عندي حيت شكرا اخي اسامه بارك الله فيك حبيبي لا ماشي مشكل ماشي مشكل لا لا ماشي مشكل فوالا وي هادشي اللي راه كاين راه هادشي اللي كان هو اللي خاصو هادشي اللي قال هو اللي خاصو يكون حيت شنو هو الجول ديال انك تستيج جوج ديال الكرياتيفز ولا ثلاثه هو انك تعرف فين هي اللي حسن ماشي نخدم بهم ثلاثه انا ما خاصنيش الكرياتيفز انا خاصني الريزلت فهمتي انا اللي خدمت وحده راه ما عندي ما ندير بالاخرين وفيسبوك اس سمارت باش انه كيقد يعرف الكرياتيف اللي مزيانه وهي اللي كيسباندي فيها والكرياتيف اللي ما مزياناش راه ما تيسبانديش فيها هي هاد القضيه هادي كتيست كرياتيفز ولكن بحال الا بغينا نقولوا كبريزون كتقشف شي شويه واخا هي راه خدام الا بغيتي تيست كرياتيفز على حقهم وطريقهم خص كل وحده كامبين ديالها ولكن راه ما ساهلش يعني غتولي كتيست ب 300 دولار وكذا الا كنت انا نقد ندير راه بزاف ديال الدراري ما يقدوش يديروها دونك ما يمكنش تهضر عليها غير هي بوحدها دونك هاد القضيه هادي راه ماشي مشكل انت دير ثلاثه الكرياتيفز ولا جوج تبان لك وحده ما كتسبانديش كاع خليها صافي خليها خلي اللي كتسباندي راه دوك راه فيسبوك راه عارف بلي هذيك هي اللي مزيانه ليك نتايا وفهمتي انت ما همكش في الكرياتيفيه اللي تبقى يخدموا بثلاثه انت همك في الريزلت يكون كيجيك البروفيت وصافي اللي فيهم لي باتري لا الصراحه ما تنفيتينا بعد الالكترونيكس تنفيتيهم وهادشي ديال الباتري ولا شي حاجه اللي اكسبلوزيف ولا ما عرفش داكشي اللي في شكل ما كنفيتيه انا ميم كنفيتي حتى لي برودكت اللي فيهم اللي كيجيبوا صداع الراس من بعد بحال اللي فيهم السايز بزاف بحال اللي فهمتي دونك انا كنحاول نمشي لشي حاجه اللي منين غادي نسكيلي كما كنقول شي مرات ما نهضروش من بعد حيت كاينين دي برودكت اللي غتسكيليه وغتهضروا من بعد فهمتي دونك كنحاول ما امكن نمشي شي حاجه اللي تكون ما كتجيبش المشاكل بزاف بحال هذا الشيء ديال الالكترونيكس بحال داك الديكوريشن بحال انا كنت خدمت على واحد البروداكت هو كيتحط ديكور في الغاردن يعني انا كنت تيستي بزاف داك الشيء ديال الغاردن كنت كيخدم ما كنخدم فريمون مزيان موراها يلاه دازت واحد جوج سيمانات بداو كيوصلوا البرودويات الاولى بداو كيجيوني واحد 80% ديال الايميلز كيقول لك راه وصلنا الرس حتى كيفاش دونك خديت لا ديسيزيون باش ما ناخذش ما نعاودش نتيستي شي حاجه اللي كتهرس ولا شي حاجه اللي فيها بحال هادشي ديال الالكترونيكس اللي غيوقع لك مشاكل مع الكاستمز يعني مع الديوانه ولا مع الشيبين كومبانيز
ولا ما عندكش اللي فيه قوه لي سايز والقياسات وداك التخربيق. يعني داكشي انا كان ما كنحاول ايفيتير ماكسيموم حيت داكشي كي فريمون كي كيجبد المشاكل بزاف. وي وي داك القضيه اللي قلت مثلا ديال بيزنس مانجر هو اللي كيكون فيه بيكسل وكيشيريه مع واحد اخر راه ديجا هذا هو الجول ديالها. يعني باش تقدر داك البيزنس مانجر كتحيد منه داك البيكسل وكتشيريه مع بيزنس مانجر اخر. يعني هذا راه فهمتي بوسيبل كتشير داك البيكسل كدير اد اسيتس ولا ما عرفتش اد بارتنر راه ملي تمشي البيكسل غتلقاها تما غتلقى اد اسيت ولا اد بارتنر على منهم وقرا اد بارتنر. اد بارتنر كدير البيزنس اي دي ديال داك البيزنس اللي غياخذ البيكسل وكتدخلو صافي كيتشير البيكسل معاه ولا غدير ريموف لهذاك اللي بغيتي تحيد مسدود ولا شي حاجه. دونك هاد القضيه بوسيبل كاينه هو الصراحه في جينيرال ستور الى صدقوا جوج في خطره هما ما الصراحه قليفين كيصدقوا جوج في خطره ما نقولوا وي صدقوا تقد تبقى خدام عليهم بجوج بيكسل واحد طونكو باينين لك ريزلتس واي نوت واخا هي راه كاسبان بلي وي كل واحد خصو يكون بيكسل ديالو اكسترا اكسترا. مي الا كان خدام وكتزيد فيهم البيدجي وخدامين لك بجوج في نفس الاد اكونت بنفس البيكسل واخا بجوج ديليتش مختلفين زيد خدم بيهم بان لك واحد بدا كيزيكزاكي فيهم حبسو وكري بيكسل اخر وتلقوا بداك البيكسل الاخر فهمتي تلقوا بداك البيكسل الاخر صافي. حيدت كيفاش حيدت داك لعبه كنقص اوديونس كوم راه ما تنقصهاش راه كل ما كانت الاوديونس كبيره كل ما مزيانه فهمتي غير خلي شوف ما تنقص لا اوديونس لا والو. راه داكشي ديال النارو ديال شحال هادي ولا كتشد انتريست وكتناروها بانتريست اخرى باش تهبط الاوديونس راه داكشي ما بقاش واكل. راه شحال ما كانت الاوديونس كبيره راه شحال ما مزيانه فيسبوك راه مثلا 10 دولار ديال التيست كافيه باش يجيب لك الترافيك اللي صافي لك. دونك غير لا ما تنقص الاوديونس بلا والو. ايجنت شوف ايجنت سير الفيسبوك دخل غير الفيسبوك قلب غير على تشاينيز سبلايرز ولا تشاينا سبلايرز ولا ايجنت دروب شيبين سبلاير ولا بحال هاد لي مو هادو غادي يطلعوا لك دي جروب ديال فيسبوك بزاف. دير اسك تو جوين دخل دوك لي جروب غير حط نتايا قول لهم راه بغيت ايجنت غادي يبداو يهضروا معاك بالعرام. راه كاينين بارتو فريمون بارتو دولا فايفر ولا ابورك دير دروب شيبين ايجنت ولا تشاينا ايجنت ولا عاوتاني غتلقاهم حتى هما موجودين راهم موجودين بارتو. بالنسبه للي سيجيستيون ديال فيسبوك راه دوك هما اللي كنخدم بهم حتى انا. انا راه جينيرالمون الانتريست الاولى اللي كنحطها كندير فيها واحد الانتريست عندها برود وعندها علاقه بالبروداكت وكنخدم غير بلي سيجيستيون. حيت فريمون راه فيسبوك كيعرف احسن منك فهمتي كيفاش. راه كنخدم غير بلي سيجيستيون ما كنمشيش نبدا نقلب على شي حاجه غير كناخذها ايزي داكشي سامبل فريمون كناخذها ايزي وكنخدم غير بلي سيجيستيون وما لي سيجيستيون ما عندهمش علاقه ب ما عندهم في علاقه بالسي بي ام ولا بالكومبيتيسيون. دونك خدم غير بلي سوجيستيون حتى لك. وبالنسبه للسؤال الثاني بي او دي واش قصد البرينت اون ديماند ديال داكشي ديال بي او دي. المهم الصراحه انا ما المهم الا كان الدري قصد البي او دي ما تنخدمش بالبي او دي دونك ما نقدرش نقول لك كيفاش الناس ديال البي او دي تيخدموا ولا تيتيستيو انجيجمنت ويشوفوا داك الديزاين اللي مديرو واش مزيان عاد كيمشيو يطبعوا يطبعوه في التيشيرت ولا في شي حاجه عادي تلقوا البيرتشيز. الصراحه ما عندي حتى شي فكره ما عمري خدمت بي او دي.
بالنسبه للقضيه ديال البيكسل راه هي اللي هضرت عليها في السؤال اللي قبل ديال الا بقى خدامك مثلا نفس البيكسل مزيان ما بقاش خدامك تقد تكري بيكسل اخر ولا تقد كاع الا بان لك البرودويات بجوج فيهم دي بوتونسييل مزيانين عزلهم كاع قارن في السطورات فهمتي دير هذاك البروداكت في سطور اخر دير له بيزنس مانجر ديالو بوحدو بيكسل ديالو بوحدو الا كان كيبان لك يقد مثلا يولد لك نيتش اللي غتخدم عليه ولا شي حاجه دير هاد البرام. بالنسبه لهاد الاي بي اي صراحة هاد القضية ولات مهمة الاي بي اي سيرفر هي يعني اللي كنت قلت قبيله انا جربت داك اوميغا وجربت داك تراكيفاي كنكوشي داك القضية ديال انهم يديروا الاي بي اي تراكين راسهم يلا درناها الصراحة مازال اونيتمون مازال ما بانتناش دارت شي فرق ولا شي ريزلت هاد القضية ديال التراكين باقا دايره مشكل لكلشي مي انا كنقول الصراحة بلي هاد الاي بي اي تراكين هو اللي خاصو الاي بي اي سيرفر هو اللي زعما غادي تكون السولوشن ديالو صام هاو مي زعما صراحه انا براسي با القضيه ديال جينيرال ستور بيكسل بان لك البروداكت خدامين صافي خليهم فهمتي بقى تاخد امور كامله سامبل بان لك امور خدامين البروداكت خدامين خليهم ما بان لكش ولا شي حاجه بان لك خصك تفرق لي بيكسل فرقهم في نفس البيزنس مانجر بان لك تفرقهم كاع كاريمون بالسطورات بكل شيء تحت كل حاجه على حقها وطريقه ديرها عينك ميزانك ري ترافيك اولو خويا وي داكشي فري ترافيك يعني داكشي كيكون شويه سلو وكذا كنخدموا الصراحه غير بالبي ترافيك غير بالاس صراحه وي بالنسبه لانا كيفاش خدام مع الايجنت كاين هو كيعطيني واحد لابليكاسيون سميتها ديانغ زاومي ولا مهم ابليكاسيون ديال شنو هو اوتوماتيكمون كيولي عنده اكسس للستور كيشوف هو الاوردرز كيجيب كيشري هو دوك لي بروداكت كيقاد لهم الباكيجين كيقاد لهم الشغل كامل وكيشيبي بالنسبه لواش كنخلص قبل كنخلص ثاني من بعد الصراحه مي هادي على حسب ايجنت انا ايجنت خدام معاه مده كاين بيناتنا واحد التراست وهو المهم كيخليتها كتجمع ديك كنخلص جينيرال مود 8 كا 10 كا 12 كا يعني ديما كيخليتها كتجمع ديك 8 بين 8 كا 8000 دولار ل 12000 دولار كيصيفط ليا الفايل ها هما الاوردرز اللي خاصك تخلص ها الثمن شحال وكنصيفط ليه فلوس وصافي ما زعما خدام معاه تقريبا هذا خدام معاه من البدايه يعني كاين بيني وبينه الثقه الله يودي الله يحفظك خويا اسامه الله يحفظك حتى انت خويا تبارك الله عليك على هذا الكونسيبت راه فريمون كونسيبت زوين راككم صراك كتعاون فريمون الدراري بزاف الله يسهل عليك اخويا شكرا بزاف الله يحفظك